هيطلع معانا الكلام ده ب 209.98 اللي هو 210 يعني، وزاوية ناقص 3 ده الفي 1. يبقى إذن الفولتج ريجوليشن، مطلوب الريجوليشن اللي هو في 1 ناقص في 2 داش على الفي 2 داش، اللي هو يطلع 209.98 ناقص الفي 2 داش اللي هي 200 على 200، يعني قول 210 ناقص 200 على 200 يطلع 5%. يبقى ده كان ايه الريجوليشن. ماشي، انا اقصد بقى ماشي، قول. بنحسب بقى الكورلوس، مش بنحسب بقى نقسم ال V1 سكوير اللي احنا حسبناه تحت على ال R، مش بناخد ال 200، يبقى 209 بقى 200، بتاخد ال V سكوير على ال 200. بص، هي دي ابروكسيميشن، يعني البي كور ان انت تاخد ال 200 تنفع، وان انت تاخد هي بقى ال 200 وحته تنفع، بس انت عشان تخلي بالك هي مش تبقى 210 كمسألة في جزء الافيشنسي. يعني بص، انا هرجع دلوقتي لجزء الافيشنسي. خلاص، انت فهمت الاول بس الريجوليشن؟ عادي، الريجوليشن ما فيهوش مشكله، صح؟ طيب، جزء الافيشنسي يا جماعه، الجزء الافيشنسي كل حاجه، تعال نشوف كل حاجه ايه نظامها بما فيها البي كور. يعني تعال نمشي عليهم واحده واحده عشان بس لو نفس المساله جت في الفاينل. يعني الاكس ده نسبه التحميل، الاس فول لود اللي هي الايه الرقم اللي بجيبه من النيم بليت اللي هي ال 5000 فولت امبير، الباور فاكتور ده جيفن، يبقى دول جيفن، وهنا برضو في باور فاكتور، ماشي، جيفن. بعد كده البي كور، ده بقى البي كور ده الفي سكوير على الار سي. هتقول لي الفي سكوير هل هي ال 200 ولا اللي هي ال 200 زائد حته، لانه انت عارف ان الفي 1 بتبقى ازيد. لا، هي المفروض الفي 1، المفروض الفي 1 بس كابروكسيميشن. لو انت اعتبرتها اللي هي الفي 2 داش هتطلع اجابه برضو مظبوطه. يعني لو انت اعتبرت ان البي كور دي هي ال 200 سكوير على الار سي، هي لو اعتبرتها ان الفي 1 سكوير على الار سي، لانه الفرق ما بين الفي 2 داش والفي 1 ما بيبقاش كبير. بس هو المور اكزاكت يعني ان انت تروح تحسب الفي 1 زي ما انا عملت. بس خلي بالك بقى، لو هتروح تحسبها من الفي 1 تخلي بالك ان الاي 2 داش، هل هيبقى الاي 2 داش ريتد؟ يعني وانا بحسب مساله الافيشنسي، لا، غلط. ليه بقى؟ لانه المفروض انه ال V1 في الوضع الحالي ما هوش ات ريتد كارنت. ليه ات ريتد كارنت؟ لان هو قايل لي انه نسبه التحميل في المساله بتاعه الافيشنسي 75%. يعني الاي 2 داش ده مش هيبقى هو ال 25 امبير، لا، هيبقى 25 في 75%. ليه ب 75%؟ عشان مطلوب الافيشنسي كان قايل انه اللودنج 75% مش ريتد كارنت. في فرق ما بين 75% من الفول لود او من الريتد لود، وفرق ما بين الريتد لود شخصيا. الريتد لود يعني الريتد كارنت، 75% من الريتد لود يعني الاي 2 داش ب 75% من الريتد كارنت. تمام، طيب، يعني عموما هقول، مش احنا كنا بنقول ان الدكتور كان بيقول في المحاضره ان الكور لوس دايما كونستانت والكبر لوس فاريبل. حلو، ازاي بقى الكور لوس تبقى كونستانت وهي بتتغير؟ لا، ما بقول لك، هو بيقولها كونستانت كابروكسيميشن، ان هو بيشتغل على الايه الفي 2 داش زي ما انا قلت لك، اللي هو الفي 2 داش كونستانت ب 200، ده ابروكسيميشن بنشتغل عليه. تمام، يعني انا بعمل طول، انا قلت لك من الاول، ما انا قلت ايه من الاول، انا قلت من الاول ان الابروكسيميشن ده مسموح ان انت تشتغل بيه في الكورلوس. اللي هو ايه الابروكسيميشن؟ ان انت تشتغل بالفي 2 داش بشكل مباشر، اللي هو بكام؟ ب 200. بس كده، فاهم؟ يعني من الاخر، اللي انا بقوله ده زياده، اللي هو المور اكزاكت. بس انت تقدر، طالما مسموح تشتغل بالابروكسيميت يبقى تشتغل بالابروكسيميت. اللي هو ايه تشتغل بالابروكسيميت؟ اللي هو زي ما انا كاتب هنا، انه البي كور هيبقى الفي سكوير على الار سي.
صح كده؟ بس تمام. يبقى دي البي كور هتبقى 200 سكوير على الار سي اللي هي الفي 2 داش على الار سي. طب البي كابر فول لود هجيبها ازاي؟ قلنا هنجيب ازاي البي كابر فول لود، هيبقى الاي سكوير فول لود في الار ايكويفالنت. طب الاي فول لود ده شخصيا بقى بكام؟ ب 5000 على ال 200. خلاص يبقى انا كده اقدر اجيب البي كابر فول لود. طب الار ايكويفالنت بكام؟ الار ايكويفالنت هي الرقم ده اللي هي الريل بارت اللي هي 0.28. خلاص يبقى احنا كده نقدر نحسب الافشنسي. يبقى تاني الافشنسي هتبقى عايز الاكس اللي هي نسبه التحميل موجوده، الاس فول لود ب 5000، الباور فاكتور ب 0.7، نفس الكلام اللي تحت هو هو. البي كور 200 سكوير على ار سي، 200 سكوير على ار سي، ال 200 اللي هي الفي 2 داش سكوير على الار سي، الاكس سكوير اللي هو 0.75 سكوير اللي هو نسبه التحميل، البي كابر فول لود دي بقى قانونها ايه؟ دي عباره عن اي فول لود سكوير في الار ايكويفالنت. اجيب الاي فول لود، الاي فول لود ناحيه البرايمري لان انا كل شغلي دلوقتي ناحيه البرايمري، فهيبقى ايه الاي فول لود؟ هي الاس فول لود على الفي 2 داش اللي هي 5000 على 200، يعني هيطلع معاك 25. يبقى اذا البي كابر فول لود هي 25 سكوير في الار ايكويفالنت. خلاص يعني البي كابر فول لود اللي هي دي تبقى 25 سكوير في الار ايكويفالنت اللي هي 0.20. خلاص بقى انت كده عندك البي كور وبقى عندك البي كابر فول لود، تقدر تحسب الافشنسي اللي هي بتطلع في حدود 91.35. تمام. طيب يعني عموما انا قلت برضو الطريقه بتاعه الافشنسي والطريقه بتاعه الريجليشن عشان لو المساله اتكررت ولا حاجه تعرف تحسب. خلاص. وطبعا كان في مطلوب اخير كان سهل لو كانش في حاجه، اللي هو الـ X at maximum efficiency كانت بتساوي 80%. وطبعا دي كان ليها قانون اللي هو الـ P كور على الـ P كابر فول لود، فهو كان عايز نسبة الـ P كور على الـ P كابر فول لود ده يساوي 0.8 سكوير اللي هو 0.64. ده كان المطلوب اللي هو التالت. يبقى المسألة كانت متقسمة، ادي المطلوب الثاني بتاع الريجليشن وده المطلوب الاولاني بتاع الافشنسي. يبقى ادي القانون بتاع الافشنسي قلت لك هنشتغل فيه ازاي، بعد كده القانون الثاني بتاع الريجليشن. ومساله الريجليشن ما كانش قايل نسبه التحميل 75، كان قايل ريتد لود يعني الاكس ايكوال 1 ماشي عشان بس تبقى فاهم. وثالث واحده كان بيكلمك عن الاكس ات ماكسيمم افشنسي ماشي. مش مهندس مش الماكسيمم افشنسي ده مفروض البي كور بيساوي البي كبر والنسبه تبقى واحد اصلا؟ لا هي الاكس ات ماكسيمم افشنسي ده كان ليه بروف، انت بقى ممكن ترجع للليكتشر او للسيكشن او واتيفر. يعني كان ليه قانون انه الافشنسي الاكس ات الافشنسي ماكسيمم كانت اللي هي بتبقى الروت بتاع ال هو هنا اصلا مش الاكس، هو هنا قايل الافشنسي ماكسيمم. انا معلش انا كتبتها غلط، بس انا كاتبها غلط. هو الافشنسي هي الاكس صح. الماكسيمم افشنسي هو لا هو قايل الماكسيمم افشنسي اوكورز ات ات 80% اوف فول لود. الماكسيمم افشنسي الاكس ات ماكسيمم افشنسي هو كان قايل ايه؟ تعالى نقرا السؤال تاني معلش. The maximum efficiency of single phase transformer occurs at 80% of full load. اه تمام. يبقى هو هنا ال X اللي عندها ال maximum efficiency. القانون ده معانا. القانون ده ممكن ترجع للسكاشن هتلاقيه موجود يعني. ال X at maximum efficiency هتساوي الكلام ده. ممكن ترجع تبص عليه. ماشي. هو متلخبط بس ما بين الكبر full load والكبر بس. اما لا ما يعني انا بتكلم هنا هو بيقول لي الاكس ات ماكسيمم افشنسي، فده قانون انت ممكن ترجع تتاكد منه. نسبه التحميل اللي بتحقق لك الماكسيمم افشنسي هي بتجيبها بالقانون ده، وهو ده اللي كان موجود في السؤال. قال لك ذا ماكسيمم
efficiency of single phase transformer occurs at 80% of full load. 80% at full load يعني الاكس ب 80%. ايوه انا اقصد اللي سأل السؤال بس اتلخبط ما بين الكبر في اللود والكبر بس. اه لا طبعا بصوا يا جماعه ماشي. الكبر الكبر لوسز العاديه بتساوي اكس سكوير من البي كبر فول لود ماشي. ده قاعده عامه. لو انت الاكس بتاعك ب1 يبقى البي كبر لوس هو البي كبر ات فول لود. لو الاكس باي رقم تاني يبقى الكبر لوس يختلف عن الكبر ات فول لود ماشي. ف يعني ما اعرفش بالظبط المشكله فين بس القانون ده موجود وموجود عندنا ومحفوظ وما فيهوش مشكله. نسبه التحميل ات ماكسيمم افشنسي هيبقى روت البي كور على البي كبر فول لود ماشي. طيب يعني انا قلت بس ايه افكركم بالمساله دي لان كان في كذا حد سالني عليها. فهم يعتبروا ثلاث مسائل: مساله على الافيشنسي اللي هو قانون الافيشنسي العادي، ومساله على الريجوليشن اللي هو ازاي تحسب ال V1، ومساله ثالثه على الماكسيمم افيشنسي لودنج اللي هو اللودنج اللي بيحصل عنده الماكسيمم افيشنسي. فده ايه ده ليه قانون اللي هو الجزء الثالث ده دي قانون احنا قلناه اهو اللي هو روت بي كور على البي كابر فول لود ماشي. حد عنده سؤال يا جماعه؟ كان في سؤال في بيقول فور اني ميكانيكا الكتروميكانيكا سيستم. بص لا لا استني بس خلاص انا جاوبت سؤال الترانسفورمر مش هجاوب اسئله تانية. انا مش جاي اجاوب الامتحان النظري بس معليش دعوه بقى النظري ترجع لفيك الدكتور. خلينا بس ان ايه يعني انا قلت سؤال الترانسفورمر عشان ده ممكن يجي تاني وبرضو ايه تبقى عارفه في كذا حد سألني فيه. لكن اسئلة بقى نظري وبتاع يعني ارجع اسأل الدكتور فيها احسن. خلينا بقى عشان نبدأ احنا في الجزء بتاعنا اللي هو الدي سي ماشينز ماشي. تمام معلش يعني عشان بس ما ضيعش وقت السكشن اكتر من كده. اتفضل يا باشمهندس. كان في بس انا برضو ما كنتش فاهمها وكان عايز ايه اللي هي كان ادينا ماشي اسمعيني بس. بص يا باشمهندس اي سؤال في الامتحان ده بقى ممكن ايه يبقى مع الدكتور او ممكن تسالوني انا بعد السكشن ده يبقى حاجه تانية. لكن انا السؤال ده بالذات انا حبيت اجاوب عليه لانه كذا حد كل ما يقابلني يسالني على السؤال ده فانا جاوبت على سؤال الترانسفورمر ده. هو كذا سؤال هو ثلاث اسئله. فاحنا دلوقتي هنتخطى بقى موضوع الامتحان عشان نبدا في الجزء الجديد اللي هو الدي سي ماشينز. واللي عنده سؤال في الامتحان كده ممكن بعد السكشن معلش بس عشان ما اقعدش اضيع وقت السكشن ماشي. طيب تعالوا بقى نبدا في الدي سي ماشينز. بس زي ما قلت انا عايز اسجل بقى ابدا اسجل ولا انتوا بتسجلوا اصلا؟ انتوا بتسجلوا اصلا؟ تمام سجلنا يا باشمهندس. ماشي تمام براحتك مش عايز اسجلها بس ما فيش مشكله. احنا بنقول ايه بقى دلوقتي؟ عايزين نتكلم على الموضوع الجديد اللي هو الدي سي ماشينز وازاي بتشتغل وفكرتها ايه والكلام ده. طيب تعالى نشوف هنا الدي سي ماشينز بقى. باشمهندس هو التسجيل لسه مفتوح يعني محدش سجلها ايه؟ لا هو انا شايف الريكورد انا شايف لسه معمول دلوقتي. لسه معمول. طيب تمام ماشي مفيش مشكله يعني عشان بس هو ما علينا مش مشكله. خلينا نتكلم على الدي سي ماشينز. تعال بقى ايه نشوف الدي سي ماشينز. طيب دي سي ماشينز طبعا دي عباره عن ماشين كانت بتستخدم كموتور يعني بنسبه كبيره بس مش في الفتره دي كان فترات قبل كده. دلوقتي اكتر موتورز مستخدمه هي الاندكشن موتورز. لكن الدي سي موتورز كانت في فتره من الفترات مستخدمه ان هي كان ليها هاي ستارتنج تورك يعني بس ما بقتش مستخدمه نتيجه بعض المشاكل زي وجود البراشز والكوميتيتور ودول بيحتاجوا صيانه بشكل دوري. فبدأنا نبعد عن الدي سي موتورز ونروح للإندكشن موتورز. طيب
عموما الدي سي ماشين بتتكون من ايه؟ الدي سي ماشين بتتكون من ستيتور وروتور. ادي الستيتور اللي هو الجسم الثابت اهو، والروتور اللي هو الجسم اللي بيدور. ماشي. طيب بنحط على الستيتور حاجه اسمها الفيلد وايندنج. ادي فيلد وايندنج اهو كده، بيطلع هنا طرفين، طرف من الاول وطرف من الاخر. ده بيحطه على بطاريه الفي فيلد، وده الاي فيلد، وده بيسموه الفيلد وايندنج. خلاص كده، يبقى اللي بالازرق ده اسمه الفيلد وايندنج. وايندنج يعني ملف او كويل. ماشي. طب الجسم الثابت قلنا اسمه ايه؟ ستيتور. طيب احنا كده قلنا الستيتور بيشيل الفيلد وايندنج. طب جميل. الروتر، الروتر هو الجسم القابل للحركه اللي هو الشافت الدائري اللي قدامنا ده. طبعا ده بيكون شايل حاجه اسمها الارميتشر وايندنج. ايه الارميتشر وايندنج دي؟ بدخل السلك بتاعي من هنا، وطبعا بيفضل ماشي على طول الماشين ويطلع من الناحيه الثانيه. خلاص كده، فده بيسموه الارميتشر وايندنج. يبقى ده هنسميه الارمتشر وايندنج، والجسم ده بيسموه الروتور. يبقى احنا عندنا ستيتور وعندنا روتور. الستيتور شايل الفيلد وايندنج، والروتور شايل الارمتشر وايندنج. طب جميل. الماشين دي بتشتغل موتور ولا جنريتور؟ حد يقدر يقول لي الرسمه اللي انا راسمها دي هل بتوحي ان الماشين دي شغاله موتور ولا جنريتور؟ لسه ما حددتش. لسه ما حددتش. انت الماشين دي عشان تشغلها موتور او جنريتور، انت في ثلاث حاجات اللي هو كهرباء ومجال وحركه، هتدي حاجتين تاخد الثالثه. يعني لو انا عايز اشغل الماشين دي ك جنريتور، فالاول محتاج فيلد ومحتاج ايه موشن عشان اخد كهرباء. فيلد ده كده كده موجود، جه منين الفيلد ده؟ جه من الفيلد وايندنج. ازاي؟ ما هو الفيلد وايندنج ماشي فيلد كارنت، الفيلد كارنت بيروح عامل ايه؟ بيروح عامل فيلد، بيروح عامل فلكس اهو كده ده. وحتى في بعض الحالات بيستبدلوا اصلا الفيلد وايندنج بايه؟ بماجنت، بيرمننت ماجنت. يعني الفيلد وايندنج ده كل هدفه في الحياه ان هو يطلع ايه؟ فلكس. طب خلاص الفلكس بقى موجود، ناقص لك ايه عشان تاخد كهرباء؟ ناقص لك موشن، حركه. هتروح محرك مين؟ الروتر. اه يبقى هنا الموشن ان انت بقى تبدا تحرك الروتر باي مصدر خارجي من الحركه، سواء بقى المصدر ده كان يعني هايدرو، فرق منسوب الميه مثلا، او ستيم بتحرق ستيم، فحرق الستيم ده بيدي انرجي للتربينه او للروتر فيلف. وتفر بقى انت هتجيب مصدر الحركة ده منين؟ المهم ان انت هتجيب مصدر حركة يلفف الايه؟ يلفف الروتر ده. ماشي؟ يبقى الموشن هندي موشن، هيروح مخرج كهرباء. مخرج كهرباء على انهي اطراف؟ على اطراف الارمتشر. يعني انت لو واقف هنا كده عند اطراف الارمتشر ده، ماشي؟ هتلاقي ان في طرفين دول انت تاخد عليهم فولت. تاخد عليهم فولت، تحط على الفولت ده ايه؟ لود. يعني تاخد الفولت ده تحط عليه ريزيستنس. ماشي. طيب انا لو عايز اشغل الماشين دي كجنريتور بعمل ايه؟ بدور الروتر، انا اللي بدور الروتر. خلاص تمام. وساعتها باخد كهربا فين؟ على اطراف الارمتشر. ماشي. الفكره بقى لو عايز اشغله كموتور مش جنريتور، موتور. موتور يبقى انا اديله كهربا، هو يديني حركه. طيب انا هديله كهربا فين؟ برضو عند الارمتشر. يعني هاجي على اطراف الارمتشر احط انا ايه؟ بطاريه بقى. هدي بطاريه عند اطراف الارمتشر، وساعتها هلاقي ان الجهاز بيلف، ان الماشين دي بتلف كموتور. خلاص. يبقى تاني، امتى بشغل الماشين دي كجنريتور؟ ان انا بدي للروتور حركه خارجيه، فهو هيديني كهرباء على اطراف الارمتشر، يبقى ده كده جنريتور. طب لو عايزه موتور، انا اللي هديله كهرباء على اطراف الارمتشر،
وهيروح هو مديني ايه؟ مديني حركة. خلاص كده حركة اللي هي الارمتشر او الروتر هيلف. طيب هل الفيلد ليه دعوة باللي انت بتعمله؟ لا لا، الفيلد ده ملوش اي علاقة باللي انت بتعمله ده خالص. الفيلد ده كل مهمته ايه في الحياة؟ حد يقدر يقول لي الفيلد ويندينج دي مهمتها ايه؟ excitation. او الاكسايتيشن او بتطلع الفلوكس او بتطلع الماجنتيك فيلد، ده هدفها في الحياة اللي هو الفيلد ويندينج. لكن كل الشغل بقى بتاعك بيكون على الارمتشر ويندينج، هي دي الايه اللي بتاخد منها الكهرباء لو انت شغال كجنريتور، او بتديها الكهرباء لو انت شغال كايه كموتور. خلاص طيب تعالى نقرا شوية الحاجات النظري دي. طيب هل انتم مهتمين ان احنا نشرح الكلام النظري ده ولا نخش في المسائل على طول يا جماعة؟ لا باشمهندس عايز تشرح. طيب خلينا نتكلم على النظري سريعا ماشي، ونخش برضو في المسائل، بس هنطول شوية يعني مش مشكلة بقى كده كده يعني لسه الفطار لسه بدري، ف يعني ان شاء الله نلحق نفطر تلاقوش، بس ممكن نطول شوية يعني خلص قبل الفطار كده ايه يعني ستة كده كده لازم اخلص يعني عشان نلحق نظبط بقى، او ستة لا قبل ستة كمان. طيب خلينا نشوف الكونستراكشن زي ما احنا رسمينه اهو، ادي الكونستراكشن بتاعتنا. بيسموا الجزء الثابت ده الستيتور زي ما قلنا، نجيب لون تاني كده، بيسموا الستيتور اللي هو الجزء الثابت، والفتحات بقى اللي بيحطوا فيها الارمتشر بيسموها السلوتس، والحتت الحديد بيسموها التوث او السنة يعني، وزي ما احنا شايفين الروتر اللي هو الجسم الدائري. طيب الستيتور بيشيل الفيلد ويندينج، والفيلد ويندينج بتكون كونكتد تو فولتج سورس اللي هو الفي اف، تمام، والفيلد ويندينج هو اللي بيولد الماجنتيك فلوكس زي ما اتفقنا، ده الستيتور. طيب الروتر، الروتر شايل الارمتشر ويندينج، هاز سيلندريكال شيب ويز سلوتس، طبعا سلوت دي موجودة عشان تحط جواها الكوندكتورز يعني. الكوندكتورز are placed in these slots. الـ EMF is induced at the terminals of armature winding زي ما قلنا. الروتر is laminated to reduce AD losses. بص هو هنا في قصة بقى. احنا عندنا two losses في أي ماشين. losses اسمها الـ AD losses وlosses تاني اسمها الـ hysteresis losses. الـ AD losses دي اللي هي جاية نتيجة الـ AD currents، التيارات اللي بتتولد جوه الحديد نتيجة وجود AC flux. فعشان تقطع الطريق على الـ AD currents دي، طبعا هي بتسخن الترانسفورمر او بتسخن الماشين عموما، مش شرط الترانسفورمر، ماشينز عموما بتبقى فيها مشاكل موضوع الـ AD currents دي. وجود الـ AD currents ده بنبتدي نعالجه ان احنا نعمل laminations. يعني ايه laminations؟ يعني بجيب الحديد بتاعي بدل ما اجيب حتة الحديد بالك كده، لا ببتدي اقسمها الى مجموعة من اللامينيشنز او الانسوليتورز، بتبقى مصنوعة من الميكا اللي هي او السيليكون. اللامينيشنز دي ماشي، يبقى اللامينيشنز بتقلل ايه؟ بتقلل الادي لوسز. طيب ليه؟ لان انت كل ما تقطع الطريق على الادي كارنس كل ما هتقلل الادي لوسز. طيب هل اللامينيشنز ليها تأثير على الهيستريسيز لوسز؟ لا، ملناش دعوة بالهيستريسيز لوسز. أمال لو أنا عايز أقلل الهيستريسيز لوسز، لأن الهيستريسيز لوسز دي جاية من طبيعة الحديد نفسه، فقال لك لو أنت عايز تقلل بقى الهيستريسيز لوسز بتجيب شيتس مش حديد بقى صافي، بتعمل ألوي من السيليكون ستيل. يعني بدل ما تجيب ستيل بيور بتجيب حديد صافي، لا قال لك بنخلي الحديد ده مصنوع من ألوي اسمها سيليكون ستيل ألوي، تمام. فيبقى وجود السيليكون ستيل ألوي ده هيقلل الايه الهيستريسيز لوس ماشي. يبقى لو انت عايز تقلل الاي دي لوسز بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا جماعه؟ بقسمه لامينيشنز. بتقسمه لامينيشنز. يبقى اللامينيشنز هدفها الاساسي ريديوسينج الاي دي لوسز. طب جميل، لو انا عايز اقلل بقى الهيستريسيز لوسز، ان انا بعمل ايه؟ بعمل سيليكون ستيل الوي. سيليكون ستيل الوي صح كده؟ طب لو جالك في السؤال مثلا قال لك
انه ان الكور مصنوع من سيليكون ستيل with laminations. سيليكون ستيل كور with laminations او سيليكون ستيل كور with laminations ده هيقلل الاثنين. ليه هيقلل الاثنين؟ لان اللاميناشنز هتقلل الاي دي لوسز, والسيليكون ستيل الحديد مصنوع من سيليكون ستيل ده هيقلل ايه الهيستريسيس لوسز. ماشي. فلو قال لك الروتور از لامينيتد وسكت, الروتور از لامينيتد وسكت على كده, يبقى ده عشان يقلل مين؟ لامينيتد بس, يبقى كده يقلل مين؟ الاي دي لوسز. الاي دي. لكن لو قال لك سيليكون ستيل كور ويز لامينيشنز ده بيقلل الاثنين. سيليكون ستيل كور ويز لامينيشنز يبقى كده بيقلل الاثنين. طيب دي بس حته ايه نظري تبع عارف. طيب كم تمام. نخش بعد كده بقى في حاجه اسمها الكوميتيتور والبروشز. الكوميتيتور والبروشز دول بنستخدمهم ان هم يحولوا ال اي سي فولتج اللي خارج الى دي سي فولتج اللي هو الكوميتيتور والبروشز. تعالى اقول لك برضو للفهم بس اللي انا هقوله ده للي عايز يفهمه. انت عندك الماجنت اهو, طبعا ده الفيلد, طبعا انا بمثله بماجنت للتسهيل بس مش اكتر يعني, لكن هو طبعا مش ماجنت حقيقي هو فيلد. وده الكوندكتور او الكويل يعني بتاعي, هنسمي الطرف ده طرف A والطرف التاني ده طرف B. ماشي. طيب الكوندكتور ده سميه واحد والكوندكتور ده سميه اتنين. طبعا الكوندكتور اللي هو اللي فوق ده, ده ما بيبقاش عليه اي فولتج خالص لانه بيكون parallel للايه للماجنتيك فيلد, فما بيطلعش عليه induced emf. هو ايه الinduced emf ده اصلا؟ بص بقى, انت عندك دلوقتي الماجنت ده بيطلع ماجنتيك فيلد, يبقى كده انا عندي ماجنتيك فيلد ماشي من النورث للساوث. طيب واحنا بنقول دلوقتي مثلا لو احنا هنشتغل كجنريتور, تعالى نتكلم كجنريتور. الجنريتور يعني انا بلف الروتر ولا لا؟ انا بحرك الروتر اهو, بحرك الروتر بسرعه معينه اوميجا. يبقى دلوقتي الماشين بتاعتك هتلف بسرعه اوميجا. جميل. اي كوندكتور بيتحرك في وجود اكسترنال ماجنتيك فيلد بيتعرض لانديوس دي ام اف لاي ام اف, ولتكن بالبولاريتي دي اي. حد عارف قانون الاي دي اللي هو ايه؟ الاي ام اف اللي في الكوندكتور الواحد ده ايه؟ بيبقى بي ال في. بي ال في. بي ال في تسمعوا عن القانون ده طبعا. E conductor equal BLV. ال B اللي هو external magnetic field, ال L اللي هو lens, ال V اللي هو سرعة الحركة بتاعة الكوندكتور. تمام؟ هو ده مش الفورس؟ ال A؟ لا لا, الفورس BIL. الفورس دي BIL. اه تمام ماشي. هو ال EC ده اللي هو بتاع فرادي عامة يعني, ده قانون فرادي بتاع الاندكشن اللي هو ال BLV ده. تمام؟ المهم ان انت عندك اكيد انتوا سمعتوا عنه يا جماعه, الاي سي ايكوال بي ال في ده انتوا درستوه اكيد في اي حاجه قبل كده. ماشي. مش كده؟ اه تمام. انا هنا بس بتكلم كماجنيتيود الماكسيمم يعني, هو طبعا في ساين ثيتا لانه هو على حسب الحركه. ماشي. انا بتكلم على الماكسيمم فاليو بي ال في. تمام. فاحنا عندنا الاي الاولى اللي هو البي ال في, والكوندكتور الثاني هيتولد عليه برضو بي ال في اللي هو ده اللي هو الكوندكتور رقم 2 هيتولد عليه بي ال في بس ببولاريتي معكوسه. بولاريتي معكوسه. ليه معكوسه؟ لان الظروف اتعكست. ماشي. ان الكرنت اتعكس جواه. طيب يبقى انا هنا عندي الـ 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 الجزء اللي هو الكوندكتور الاولاني اتولد عليه اي, الكوندكتور الثاني اتولد عليه اي, فكده هيتولد على الاطراف بتاعه ال اي بي ده هيتولد فولت قيمته كام؟ 2 اي. لحد كده في مشكله؟ تمام. ده الجزء الاول. طيب لو احنا افترضنا ان دي الهاف سايكل الاولى, دي الفيرست هاف سايكل, هو الكوندكتور ده ثابت ولا بيلفه؟ هي الكوندكتورز واحد واثنين دول ثابتين ولا بيبدلوا الاماكن؟ لا, قاعدين بيغيروا الاماكن بتاعتهم, صح كده؟ يبقى في السكند هاف سايكل او في النيجاتيف هاف سايكل اللي يحصل ايه؟
اللي هيحصل انه ده كده اهو كوندكتور ده برضو هيفضل بقى هنا بقى كوندكتور 1 بقى ناحية اليمين وكوندكتور 2 ناحية الشمال تمام. بس ساعتها بقى الكوندكتور 1 ناحية اليمين وكوندكتور 2 بقى ناحية الشمال ايه اللي هيحصل؟ ساعتها برضو هيفضل ده الـ E وبرضو هيفضل ده العكس بتاعه فهيبقى الـ positive 2E هنا برضو بس انا عايز اقول حاجة في الهاف سايكل التانية فين نقطة A؟ شايف نقطة A كانت هنا صح؟ نقطة A بقت المرة دي بقت ناحية اليمين ولا الشمال في الهاف سايكل اللي تحت؟ اليمين ناحية اليمين برضو هنا A وهنا B صح كده؟ طيب انا عايز اسأل سؤال بقى دلوقتي بالنسبة لنقطة A هل هي طول الوقت الفولت اللي عليها بوزيتيف ولا بيقلب البولاريتي بتاعته؟ بيقلب بيقلب بدليل ان في الفيرست هاف سايكل كان الفولتج بالبوزيتيف على نقطة A وفي النيجاتيف هاف سايكل بقى الفولتج بايه بالنيجاتيف. طيب ده دليل ان الكهرباء اللي خارجة AC الكهرباء اللي خارجة AC AC يعني بتقلب البولاريتي بتاعتها يعني الفولتج شوية بوزيتيف وشوية نيجاتيف صح كده؟ فلو انا حاطط ريزيستور ما بين نقطة A وB A وB حاطط ريزيستور فكده الريزيستور دي هتبقى شايفة كهرباء ايه؟ AC لأن البولاريتي بتاعت نقطة A قاعدة بتتعكس بعد كده شوية بوزيتيف شوية نيجاتيف شوية بوزيتيف شوية نيجاتيف هي في الحقيقة ما بتبقاش بوزيتيف ونيجاتيف بس هي في الحقيقة بتبقى ساينسويدال بس أنا ركزت معاكم على النقطتين الماكسيموم والمينيموم بس ماشي بس عموما يعني كل الناس متفقة معايا إنه هنا الكهرباء اللي خارجة هتبقى إيه؟ AC. فبنعالج الموضوع ده ازاي؟ باستخدام كوميتيتور وبراشز. يبقى قال لك بقى يبقى انا هجيب كوميتيتور وبراشز عشان نعالج المشكله دي. ازاي بقى؟ تعال نشوف ازاي هنعالج المشكله بتاعت اللي هي ال AC دي ازاي نعمل لها ريكتيفيكيشن ميكانيكال ريكتيفيكيشن ميكانيكال. في الحاله دي بنعمل ايه؟ تعال نكتب كده نشوف ايه اللي هيحصل. البراشز مش مهندس ايوه مش انا اصلا بستخدم الجنريتور عشان يطلع لي اي سي ما هو بص انت الجنريتور العادي اللي هو السينكرونس ماشين دي بتطلع اي سي وبنكتفي بالاي سي وخلاص على كده لكن احنا هنا شغالين ايه الماشين دي اسمها ايه دي اسمها ايه الماشين دي دي سي ماشين ده دي سي جنريتور صح فالدي سي جنريتور يبقى انت عايز تخرج فولت دي سي تمام فبيعملوا الكوميتيتور البراشز لكن لو انت عايز تخرج فولت اي سي ده قصه تانية يبقى انت عايز ماشين تانية اسمها سينكرونس ماشين اللي هي شبه دي جدا يعني شبه دي قريبه قوي من الدي سي ماشين بس ما بيحطولهاش بقى الايه اللي انا هحطه دلوقتي اللي هو الكوميتيتور البراشز ماشي فالطبيعي يعني طبعا احنا بنحب نولد كهرباء اي سي ده الطبيعي بس انا دلوقتي مش بشرح الاي سي ماشين انا بشرح الدي سي ماشين صح كده فبالتالي لحد دلوقتي الماشين مخرجه اي سي فولت لا انا عايز اتخرج دي سي ليه لان احنا دلوقتي بندرس مع بعض الدي سي ماشين فاهمني ولا ايه يعني كده الفرق ما بين السنكرونس والدي سي هو الكمبيوتر بس الكمبيوتر والبروسيس الناس اللي في باور وهتكمل بقى في باور يعني ان شاء الله هياخدوا ماده في سنه رابعه اسمها او بقت في ثالثه كمان بقت اللي هي الاي سي ماشينز هتدرسوا فيها التفاصيل بتاعه السينكرونس ماشين والترم الاولاني بتدرسوا الدي سي ماشينز لوحدها فيعني الناس اللي هتخش باور او اللي في باور يعني هتدرسوا الكلام ده بالتفصيل ماشي بس عموما الفرق ما بين السينكرونس ماشين والدي سي ماشين هو الكوميتيتور والبراشز يعني انتوا جبت نفس الماشين دي من غير ما تحط الكوميتيتور والبراشز هتبقى ايه هتبقى سينكرونس ماشين ماشي بس السينكرونس ماشين بيختلف في حاجه بسيطه ان انت بتبدل اماكن الفيلد والارمتشر وايندينج بتعكس يعني بتخلي الفيلد وايندينج هي اللي على الروتر وبتخلي الارمتشر وايندينج هي اللي على الستيتر تمام طيب نكمل بس حته كوميتيتور والبراشز كوميتيتور والبراشز ليه بيستخدموا واضح ان هو تو كونفرت الاي سي
voltage to DC voltage mechanically. بيسموها mechanical rectifier. برضو دي من ضمن الأسماء بتاعة الكوميتيتور brushes اللي هو بيسموها mechanical rectifier مش electrical rectifier. طيب الفكرة بقى بتبقى عاملة ازاي؟ بيجي ياخد الطرفين بتوعه كده، ادي الطرفين اللي خارجين من الارمتشر، حلو؟ وبعدين دول بيبقوا مربوطين بالكوميتيتور سيجمنت. يعني ايه الكوميتيتور سيجمنت؟ تعال نرسم بقى الكوميتيتور سيجمنت ده، يبقى حاجة كده. ده كده الكوميتيتور سيجمنت، ده بيلف مع الاطراف بتاعت المشين. ليه؟ هو مش الروتور بيلف؟ اه الروتور بيلف. الكوميتيتور سيجمنت ده بيلف مع الروتور. طيب وبعدين بجيب بقى طرفين اسمهم البراشز، دول السود، دول البراشز، دول ثابتين ما بيلفوش. اه يعني تخيل معايا كده انه الجسم الازرق ده اللي هو الكوميتيتور سيجمنت بيلف، ماشي، لكن الجسم الاسود ده ثابت، خلاص تمام. وبالتالي ايه اللي هيحصل بقى؟ ففي البوزيتيف هاف سايكل، تعالى كده نشوف البوزيتيف هاف سايكل ايه اللي بيحصل. ادي الكوميتيتور اهو، وده كده الكوميتيتور كده، ادي النقطه اللي هي كوندكتور واحد، ده كان الكوندكتور واحد وده كان الكوندكتور اتنين، صح كده؟ طب في النيجاتيف هاف سايكل كان العكس، كوندكتور واحد يمين كوندكتور اتنين شمال كده اهو، ده كده ده كده، وده الكوميتيتور اللي انا رسمه. طيب الفكره في ايه بقى؟ الفكره في البراشز بقى. تعالى كده نرسم مع بعض البراشز ونشوف ايه البراشز شايفه ايه. طيب في البوزيتيف سايكل البراشز شايفه اللي هي الطرف ايه، هنا الطرف ايه، ماشي، اهي عادي هرسم لكم حتى الريزيستنس كده اهي، وده الطرف بي، ماشي. هنا فين الطرف ايه؟ برضو ده الطرف ايه، لان هما بقاش مربوط بالجسم المتحرك، بقى مربوط بالجسم الثابت، فده الطرف ايه وده الطرف بي، ودي الريزيستنس بتاعته. حلو، بص بقى في السايكل اللي على الشمال، السايكل اللي على الشمال نقطه ايه هتبقى تبع كوندكتور مين؟ 1، اللي هو في الوضع الحالي افترضنا ان هو بيبقى البوزيتيف تيرمينال، صح كده؟ يبقى ده بوزيتيف تيرمينال ودي نيجاتيف تيرمينال، والفولت ده مثلا 2 اي. طيب جميل، الناحيه الثانيه ناحيه اليمين فين البوزيتيف تيرمينال؟ ها يعني في النيجاتيف سايكل هنا مين اللي بقى شايل البوزيتيف دلوقتي؟ الاثنين اللي هو كوندكتور 2، كوندكتور 2، اه يبقى الاي برضو لمسه كوندكتور 2، يبقى هنا برضو 2 اي. بص كده للريزيستنس، الريزيستنس بقت شايفه نفس البولاريتي، شايفه نفس البولاريتي بالظبط، صح كده؟ يبقى انا هنا عملت ايه؟ انا وصلت نقطه اي بالبراشز ونقطه بي بالناحيه الثانيه من البراشز، البراشز ثابته ما بتتغيرش، لكن الكوميتيتور ده بيلف مع الايه، مع الارمتشر، فطول ما هو بيلف البراشز بتلمس مع الجزء البوزيتيف بس، ملهاش دعوه بالجزء النيجاتيف، اللي هو البراش اي اللي هي نقطه اي بتلمس دايما مع الكوندكتور اللي شايل الفولتج البوزيتيف، ماشي. لكن لو انت ما كنتش حاطط الكوميتيتور والبراشز كانت دايما نقطه اي بتلمس مع الكوندكتور 1، والكوندكتور 1 كان شويه بوزيتيف وشويه نيجاتيف، صح؟ لا انت دلوقتي فصلت نقطه اي عن كوندكتور 1، خليت نقطه اي ثابته ناحيه الشمال دايما، بحيث ان الكوندكتور اللي يجي لها هنا هو ده البوزيتيف، فتفضل نقطه اي بوزيتيف طول الوقت، خلاص. فده بيسموا العمليه دي عمليه الميكانيكال ريكتيفيكيشن اللي هو الكوميتيتور والبراشز، ماشي. بس طبعا دي نقطه سيئه جدا، او يعني من ضمن العيوب بتاعه الدي سي ماشين ان انت بتحتاج الكوميتيتور والبراشز. طبعا ده لانه البراشز دي بتبقى مصنوعه من الكربون وبتتاكل مع الوقت، فبتحتاج تتغير، تحتاج صيانه وهكذا، فده من ضمن المشاكل اللي بتقابلنا في الدي سي ماشين، وجود موضوع الكوميتيتور والبراشز. لكن ايه اهميه الكوميتيتور والبراشز؟ بيحول لي من اي سي الى دي سي، ده في حاله الجنريتور. لكن في حاله الموتور اللي هو الكوميتيتور والبراشز انا مش هشرحها، بس انا هقول لك بقى يعني بيعمل ايه. كوميتيتور زائد براشز مش يعني في الموتور، انت الموتور بتخرج كهرباء ولا بتخرج حركه؟ حركه. اه يبقى ده حركه،
produce unidirectional torque. Unidirectional torque يعني بيخرج تورك في اتجاه واحد بس. لو انت ما كنتش حاطط الكوميتيتور والبراشز كنت هتلاقي الموتور بتاعك شويه بيتحرك يمين وشويه بيتحرك شمال يمين شمال، فانت ما استفدتش حاجه. انت عايز يتحرك في اتجاه واحد، عشان تخليه يوني دايركشنال تورك لازم تستخدم ايه؟ كوميتيتور والبراشز. ازاي بقى؟ مش قصه دلوقتي يعني. الاهم طبعا اللي هي بتاعت الجنريتور، كوميتيتور والبراشز في حاله الجنريتور هدفهم يحولوا من الكهرباء اللي خارجه من اي سي الى دي سي، لكن الموتور هدفهم يعملوا ايه؟ بروديوس يوني دايركشنال تورك. ازاي؟ مش مهم ازاي بقى، انا شرحت لك ايه ازاي بتخرج يوني دايركشنال فولت في حاله الجنريتور، صح كده؟ اللي عايز يعرف بقى ازاي بتخرج يوني دايركشنال تورك في حاله الموتور يعني حاول يقرا بقى فيها او حاجه، بحيث ايه يعني يبقى انت تعرف المهم. طيب يبقى احنا كده شوف هو ايوه اقول هو كده الكمبيوتر والبراشز في الجنريتور كده يطلعوا زي الابسولوت بتاعت الساين اللي هو بص هيطلعوا لك بص يعني الشكل اللي هيطلع، الشكل اللي هيطلع هنا في الحاله دي هنا هيبقى عامل كده، ده الفي اوت، ده هيبقى عامل كده كانه هاف ويف، كانه فول ويف ريكتيفاير، ماشي؟ بيخلي كل الفولتج بوزيتيف يوني دايركشنال فولت، ماشي؟ لان الفولت مش ثابت طبعا، لانه انت عندك النقط اللي انا كنت بشتغل عليها هي النقط الماكسيمم، هي دي اللي انا كنت بشتغل عليها، لكن طبعا انت مش كل حياتك ماكسيمم يعني، لا في زوايا في النص او اثناء الدوران في زوايا 0 20 30 لحد بقى 90 هي اللي دي بيحصل فيها الماكسيمم وهكذا، ماشي؟ فهمت يا باشمهندس ولا لا؟ تمام. طيب خلاص يعني نتخطى بقى الموضوع ده. يبقى احنا كده قلنا الروتر، قلنا الكوميتيتور عبارة عن كوبر سيلندر ديفايدد انتو ايزوليتد سيجمنتس، اللي انا كنت رسمه ان انا رسم 2 سيجمنتس. هل الكوميتيتور لازم يبقى 2 سيجمنتس بس؟ لا، ممكن يكون 8 سيجمنتس 10 سيجمنتس، اي رقم ايفن يعني، بيتقسم على حسب عدد البولز بتاعت الماشين. انا لسه ما قلتش ايه البولز دي فمش مشكلة يعني، المهم ان هو مش لازم يبقى 2، ممكن يبقى اكتر من 2 بس الرقم even يعني، اللي هي السيجمنتس بتاعت الكوميتيتور لازم تكون رقم even. طيب connected to armature winding terminals، اثبتنا ان هي بتتوصل بالarmature winding. طبعا هو rotating part وليس fixed part، لان هو جسم بيتحرك، ماشي؟ يعني هو مربوط مع الarmature winding اصلا. طيب بالنسبة بقى للcarbon brushes، فدول fixed contacts in direct contact with the commutator، ماشي؟ وتشرحنا بقى الفكرة بتاعتها. وطبعا في اي DC ماشين او اي ماشين عموما لازم يظهر air gap، لازم يكون في air gap موجود. ليه موجود air gap ده يا جماعة؟ لازم يبقى في air gap عشان الروتر يلف في الفراغ ده. بص يعني معروفة عندنا كده air gap دي هدفها ايه؟ ان هي تعمل clearance ما بين الستيتر والروتر، لان لو ما فيش air gap طب الروتر هيلف ازاي؟ هو مش هيعرف يلف، ده مفيش جاب، مفيش فتحة، اللي هي الاير جاب دي اللي هي المقصود بيها المسافة دي الاير جاب، تمام؟ لو دي مش موجودة ما الروتر مش هيعرف يلف، يبقى لازم تعمل كليرنس. وفي حاجة تانية مشهورة عندنا ان هو بيحصل حاجة اسمها الانرجي كونفرجن، بيحصل فيه الاير جاب ده. ليه؟ لانه الفلكس بينتقل جوه الاير جاب دي، فبيعتبروا ان وجود الاير جاب ده ضروري للانرجي كونفرجن. خلاص يعني دي حاجتين، وظيفتين اساسيين للاير جاب. والناس بقى طبعا بتوع باور الحاجات بتاعت الماشينز دي هتبقى اساسيه، اللي هي وجود الاير جاب هدفها الكليرنس وهدفها الانرجي كونفرجن. طيب بعد كده قالك ان الكوميتيتور طبعا بيستخدم ان احنا نحول من اي سي الى دي سي فولتج او بروديوس يوني دايركشنال تورك في حاله الدي سي موتور، تمام؟ يعني هقول يعني الكليرنس انه يخزن فلكس اكتر فيخزن استورد انرجي اكتر يعني. لا كلمه كليرنس دي ان هو يبقى فيه سماحيه للروتر ان هو يتحرك، يوفر كليرنس يعني يوفر سماحيه للروتر ان هو يتحرك، ماشي؟ دي نقطه غير نقطه الانرجي كونفرجن، يعني وجود الاير جاب مهم عشان يمشي فيها الفلكس ويتحول الى فولتج بقى في الجنريتور والكلام ده،
فهو يعني هي دايما الارجيا وظيفتها ان هي بتعمل حاجتين، الكليرنس ما بين الاستيتور والروتر، يعني بتعمل فاصل ما بين الاستيتور والروتر عشان الروتر يعرف يتحرك، وبتعمل كمان عمليه الانرجي كونفرجن. ليه عمليه الانرجي كونفرجن؟ لان هي بيمشي جواها ماجنتيك فلوكس، وبما ان بيمشي جواها ماجنتيك فلوكس هتلاقي ان الفلوكس ده في الاخر بيتحول الى ايه؟ الى فولت. بس فعشان كده دي من ضمن وظائف الاير جاب، الكليرنس اللي هو ان هي تفصل ما بين الاستيتور والروتر، وكمان الايه؟ الانرجي كونفرجن. ماشي؟ طيب ده يعتبر الحاجات الاساسيه يعني اللي انا عايز اقولها في الكونستراكشن. تعال نتكلم بقى على الفيلد. طبعا برضو كنظري هنا في عندك حاجه اسمها شانت فيلد وسيريس فيلد. الشانت فيلد ان هو الفيلد وايندنج بيتوصل بارلل مع الارميتشر، والسيريس فيلد ان الفيلد وايندنج بيتوصل سيريس مع الارميتشر. طبعا احنا لسه يعني الكونكشن ما اتكلمناش فيه، هنتكلم على الكونكشنز بعد شويه، بس ديك حاجات نظري تعرفها، وانا كده كده هبعت لكم الملزمه دي. يعني هنا الروتر is laminated to reduce the eddy currents زي ما قلنا، و is made of silicon steel with laminations. طالما silicon steel with laminations يبقى reduce the eddy currents و hysteresis losses. ماشي؟ طيب ده نظري احنا قلناه. معادلة بقى الـ EMF، معادلة الـ EMF equation، ودي مهمة جدا بالنسبة لنا. ايه الـ EMF دي؟ انا وانا شغال قعدت اقول لك انه الاي ام اف هتطلع ابتداء من البي ال في، صح كده؟ قلنا ان الاي بتاع الكوندكتور هيبقى بي ال في. طبعا في الحقيقه انت بيكون عندك كذا لفه، يعني بتكون لافف الوايندنجز دي، مش لفه واحده، بتكون لاففها كذا لفه. ومش بس كده، دول بيكونوا ديستريبيوتد. يعني ايه ديستريبيوتد؟ يعني ده الروتر بيجي يحط هنا كده، دي كده ايه، دخل الكوندكتور من ناحيه اللي هي الكروس دي، ورجعه تاني من ناحيه الدوت. طب هل بيبقى كده بس؟ لا، ده بيبقى السلوتس دي متوزعه، يعني في واحده تانيه هنا، في واحده تالته هنا. يعني انت شغال هنا قاعد بتلف الوايندنج على الماشين، وبالتالي انت مش حاطط فيه سلوت واحده. تمام؟ فالموضوع ده طبعا انا مش هخش في البروف. هل الدكتور اصلا عمل بروف؟ مش هتفرق يعني، كده كده الامتحان MCQ. في العموم الانديوسد دي ام اف او التوتال اي ام اف طلع في النهايه عباره عن ايه؟ طلع في النهايه عباره عن كونستانت في ان في الفاي. ثلاث حاجات دول، كونستانت في الان في الفاي. هو ايه الاي ام اف ده؟ اللي هو التوتال انديوسد اي ام اف بتاعه الايه، بتاعه الماشين. طيب التوتال انديوس دي ام اف دي طلعت بتساوي ايه؟ بتساوي كونستانت. كونستانت ده رقم ثابت، هقول لك بيعتمد على ايه. الان اللي هي سرعه دوران الروتر ان ار بي ام، يبقى الان ده اللي هو الروتر سبيد ان ار بي ام. الفاي اللي هو الفلكس بير بول، اللي هو الفلكس اللي مين مسؤول عنه يا جماعه؟ الفلكس ده مين مسؤول عنه؟ الفيلد وايندنج. الفيلد وايندنج، ودايما الفلكس دايما بيتناسب مع الاي فيلد. دايما الفلوكس بيتناسب مع الفيلد كارنت، ده منطقي. كل ما تزود الفيلد كارنت كل ما تزود الفلوكس. ماشي؟ فاحنا عملنا اثبات طلع انه الاي ام اف ايكوال كي جي في ان في الفاي. الان اللي هي سرعه الدوران ان ار بي ام. تمام؟ طيب بص بقى الكونستنت ده طلع ايه؟ ده طلع يعتمد على شويه حاجات في الماشين. ايه بقى شويه الحاجات في الماشين دي؟ اول حاجه الكونستانت ده طلع بيساوي البي، اللي هو ايه البي؟ النمبر اوف بولز. هو ايه البولز دي يا باشمهندس اصلا؟ بص انت عندك الماشين بتاعتك، الماشين ممكن تبقى تو بولز ماشين، يعني تبقى عامله كده، ده النورث وده الساوث، دي اسمها تو بول ماشين. في ماشين تانية فور بول ماشين. يعني ايه فور بول ماشين؟ يعني تبقى حاجه كده، ده النورث وده الساوث وده النورث وده الساوث، دي فور بول ماشين. طب وانا بعملها ازاي الفور بول ماشين دي؟ مش انت اصلا النورث والساوث ده جاي نتيجه ايه؟
نتيجة ان الفلوكس بيخرج من النورث رايح للساوث صح؟ فانت تحكمك في اتجاه الدوران بتاع الكويل، يعني انت عندك هذه الكويل هنا بتلفه كده صح؟ فعلى اساس اللفة دي الفلوكس هيطلع في اتجاه معين. لو انت عكست اللفة الفلوكس هيبقى ايه؟ داخل مش خارج صح كده؟ فانت تحديدك للنورث او الساوث بول بيتم من خلال اختيارك لطريقة اللفة نفسها بتاعت الوايندينج ماشي؟ المهم انه انا هقرر انه هيبقى عندي دي نورث وراها ساوث وراها نورث وراها ساوث، فدي هتبقى فور بول ماشين خلاص. طيب يبقى انا اقدر اخلي الماشينز تو بولز فور بولز. هل في حاجه اسمها فايف بول ماشين يا جماعه؟ لازم ايفن، لازم ايفن طبعا دول. عدد البولز لازم يكون ايفن، يبقى 6 بولز ماشي 8 بولز ماشي كل ده تمام، فده اللي هو بيسميه عدد البولز تمام. جميل، يبقى انا كده عرفت ايه هو عدد البولز. طيب ايه الزد؟ الزد دي اللي هي total number of armature conductors. ايه total number of armature conductors؟ بص بقى، لو انا قلت لك ده الروتر بتاعي، حطيت هنا التو سلوتس بس، دخلت هنا كوندكتور وخدت كوندكتور من الناحيه الثانيه، يبقى انا هنا عندي كام لفه، كام تيرن؟ حد يقدر يقول لي هنا كام تيرن؟ لفة واحدة. طب اللفة الواحدة فيها كم كوندكتور؟ كم كوندكتور فعالين؟ 2 كوندكتورز، اللي هو اللي رايح واللي راجع، اللي هو ده 1 و 2. يبقى الوان تيرن فيها 2 كوندكتورز. طب جميل، طب لو انا عملت كده رحت مكمل بقى اللفات كده بقى عندي بقى عندي كام كوندكتور؟ 4 كوندكتورز صح كده؟ يبقى الزد ده هو التوتال نمبر اوف كوندكتورز، التوتال نمبر اوف كوندكتورز اللي في الارميتشر كلهم بقى، يعني بتشوف انت عندك كام كوندكتور في الارميتشر، في الارميتشر ككل خلاص. فمن هنا قال لك انه الزد هي التوتال نمبر اوف ارميتشر كوندكتورز. حلو، طب جميل، في حاجه تانية. ايه الحاجه التانية دي؟ انه احنا قلنا بي زد على ايه 60 ايه. ايه هي الاي بقى؟ قال لك الاي دي هي ايه؟ اسمها البارالل باثز، النمبر اوف بارالل باثز. يعني ايه بقى النمبر اوف بارالل باثز؟ بص انت دلوقتي لو انت عندك الارمتشر اهو، فانت هنا خارج لك كام طرف؟ خارج لي طرفين صح كده؟ جميل. طيب لو انا عندي، لو انا عندي حاجه بالمنظر ده كده ماشي، وبعدين كده، طيب كده انا هيبقى خارج لي كام طرف يا جماعه؟ هيبقى خارج لي 4 اطراف صح كده؟ تمام. فبقى عندي ادي كويل او فولتج يعني، وادي الطرفين التاني، يبقى انا كده عندي 4 اطراف، 1 2 3 4. هل انا ممكن اوصل الكويلز دي سيريس ولا لا؟ لو وصلت النهايات بتاعتهم ببعض بالظبط، لو وصلت التيرمينالز ببعض اقدر اخليهم سيريس، وعلى فكره اقدر اخليهم بارلل صح ولا لا؟ طب لو هم سيريس، لو مثلا الكويل الواحد بيتولد عليه 100 فولت، لو هم سيريس هتبقى كده اهو، كده انت وصلتهم سيريس، بقى معاك 100 و100، يبقى معاك كام فولت؟ 200 فولت صح ولا؟ طيب كده النمبر اوف بارلل باسز كام؟ اللي انا رسمه قدامك ده النمبر اوف بارلل باسز كام؟ 1 1. طيب لو عملنا كده، لو عملنا كده اللي هو كده، خدت ال100 الاولى وال100 الثانيه وصلتهم كده، يبقى دول بارلل، يبقى النمبر اوف بارلل باسز كام؟ 2 صح كده؟ يبقى انا هنا لو قال لك انه كل ما النمبر اوف بارالل باسز تزيد، ده بيستخدم لهاي فولتج ولا لو فولتج؟ لا ده لو فولتج، لو فولتج هاي كارنت، يعني كل لما النمبر اوف بارالل باسز بتزيد كل لما الفولتج كان قليل، كان 100 مش 200 صح كده؟ طيب لو وصلتهم سيريس يبقى النمبر اوف بارالل باسز اقل صح كده؟ ساعتها الفولتج يحصل له ايه؟ هيزيد صح؟ يبقى
من الاخر توصيلة السيريس بتستخدم لايه؟ للهاي فولتج لو كارنت، لكن توصيلة البارلل بتستخدم لايه؟ للو فولتج هاي كارنت. خلاص. طيب بعيدا بقى عن توصيلة بر الباص من الاطراف. يعني ايه من الاطراف؟ هي معناها الاطراف اللي معايا. لا لا، ما انا هقول لك دلوقتي عددهم بيبقى كام، بس انا بوضح لك يعني ايه البارالل باسز. ان انت بيبقى عندك كويلز لو وصلتهم سيريس يبقى انت كده بتعمل بارالل باسز عددها قليل، لو وصلتهم بارالل يبقى بتعمل بارالل باسز عددها كبير. بس يعني هي في الاخر طريقه توصيل الكويلز دي البارالل باسز. ايوه وصلتهم وصلتهم سيريس ولا بارالل؟ بس تمام فاهم. طيب هل بقى بمزاجي في الماشينز، الناس بتوع الماشينز، هل بمزاجنا نخلي الاي باي رقم؟ قال لك لا، قال لك احنا عندنا طريقتين ما لهمش ثالث اللي هم في اللف بتاع الارمج. طريقه اسمها اللاب وايندنج، ساعتها بياخد النمبر اوف بارلل باسز هو عدد البولز. يعني لو قال لك في المساله ان هي 8 بول ماشين ولاب وايندنج يبقى النمبر اوف بارلل باسز بكام؟ ب 8. خلاص. لو قال لك 6 بول ماشين يبقى النمبر اوف بارلل باسز بكام؟ ب 6. يبقى اللاب وايندنج معناه النمبر اوف بارلل باسز ايكوال النمبر اوف بولز. ماشي. طيب حلو قوي. طيب في طريقه ثانيه من اللف اسمها الويف وايندنج. الويف وايندنج دي النمبر اوف بارلل باسز هيكون بكام؟ هيكون ب 2. خلاص. يبقى احنا خلصت الموضوع. لو قال لك ان انا عندي لاب وايندنج يبقى الايه ايكوال عدد البولز. لو قال لك ان انا عندي ويف وايندنج يبقى الاي ايكوال ايه؟ ايكوال 2. ماشي. دي طريقه، دي الطريقتين بتوع اللف. طبعا ان انت بقى ازاي بتعمل الكوندكتورز وبتحط الكوندكتورز ازاي بالظبط وبتاع ده ليه طبعا كونفيجريشن، ده احنا مش علينا الكونفيجريشن ده، بس للي حابب يعرف يعني طريقه اللف ده بقى بيبقى ليه سيكونس معين سواء اللاب او الويف. يعني بيعملوا اللاب بطريقه لف معينه والويف بطريقه لف معينه برضو، بحيث انه في الاخر يطلع النمبر اوف بارلل باسز في حاله اللاب وايندنج ب النمبر اوف بولز، وفي حاله الويف وايندنج بتطلع بكام؟ ب2. ازاي بقى بالظبط مش عليك ازاي بالظبط، المهم تعرف بس المعلومه اللي انا كاتبها. خلاص. يبقى احنا نقدر نقول دلوقتي انه الانديوسد ام اف بتاعه الماشين بتبقى عباره عن كونستانت في السرعه ان في الفلوكس. طيب ايه كمان لازم ابقى عارف الكونستانت ده قيمته ايه؟ الكونستانت ده هو ليه قانون اللي هو البي في الزد على 60 ايه. ايه هي البي؟ نمبر اوف بولز. ايه هي الزد؟ نمبر اوف كوندكتورز. ايه هي الايه؟ نمبر اوف بارلل باس. طيب جميل جدا. تعال نشوف بعد لما شفنا بقى الاي ام اف ايكويشن. مش مهندس هيقول هو الايه ده بتساوي النمبر اوف بارلل باسز؟ ايوه. طب مش كان فوت بتساوي الزد مش البي؟ بتساوي الزد مش البي. مش الزد دي عدد الكوندكتورز واحنا قلنا ان هم بيساوي البارلل باسز بتاعنا؟ لا هي بص يعني هقول لك ابسط مثال على كده اللي انا رسمه قدامنا ده. ده فيه كام كوندكتور؟ انا واحده فيهم اللي على اليمين ولا الشمال؟ ده اربعه اللي انا معلم عليها. اربعه كوندكتور صح كده. طيب الاربعه كوندكتورز هل معنى كده ان البارلل باسز باربعه؟ هو هنا كده هيبقى باتنين على حسب انت توصلها ازاي. انا ممكن اوصلها سيريس وممكن اوصلها بارلل. لو وصلتها سيريس هيبقى بارلل. لو وصلتهم بارلل هيبقى باتنين. حلو. يعني هي كده ريليشن مش مع عدد البولز. يعني مش مع عدد البولز؟ لا ما هو الفكره بقى ان احنا هنظبطها ان هي تبقى على عدد البولز. ماشي. ما هو احنا مش بنسيبها عشوائي. انا بقول لك لو انت هتعملها عشوائي سيريس او بارلل وخلاص من غير مسميات هتبقى بالمنظر ده. لا احنا ما بنسيبهاش عشوائي، هي بتبقى يا اما لاب يا اما ويف. فاهم قصدي؟ يعني انا بظبط العدد بقى بتاعها على حسب اللاب وايندنج او الويف وايندنج. يا ده يا ده، هما طريقتين في اللف، يا لاب يا ويف. ماشي. افضل طريقتين هما اللاب والويف بالنسبه لنا، لكن مش بسيبها عشوائي. ايوه تمام. انا اللي بظبط الرقم بتاع عدد البولز. اه انا اللي بظبط بالظبط، انا اللي بظبط الوايندنج بالطريقه اللي انا عايزها. ماشي. فانا بظبطها دايما بطرق ستاندرد، يا اما طريقه ستاندرد اسمها اللاب يا اما طريقه تانية اسمها الويف. ماشي. لكن هي ملهاش دعوه بعدد الكوندكتورز.
يعني عدد البارل باسز ملهاش دعوه بعدد الكوندكتور وملهاش دعوه بعدد البولز لو انت شغال ويف وايندنج. يعني بص لو انا شغال ويف وايندنج قلنا الاي بكام؟ باتنين بثبتها باتنين فاهم؟ لكن لو لاب وايندنج بثبتها هي عدد البولز. ازاي بقى دي قصه تانية يعني ازاي ده موضوع تاني. يعني انا قلت لك بس بطريقه راندوم كده ان انا لو عندي التيرمينالز ازاي اقدر اوصلهم سيريس وبارلل ماشي، لكن الموضوع اعقد من كده. ايوه تمام تمام ماشي. طيب ده كده كان الكلام على الايه اللي هي الانديوس دي ام اف. طيب بص تعال نتكلم شويه كلام نظري كده برضو سريعا عشان نبدا بقى نشوف المسائل. عندنا في حاجه اسمها الماجنتايزيشن كيرف. ايه الماجنتايزيشن كيرف؟ هي علاقه الاي ام اف اجنست الاي اف. لقينا ان علاقه الماجنتايزيشن كيرف ده اللي هي يعني الاي اف ده اللي هو الفيلد كارنت، والاي ام اف اللي هي الاي اللي بتخرج على اطراف المشي، ايه العلاقه ما بينهم؟ طلعت العلاقه ما بينهم زيها زي الماجنتايزيشن كيرف. ده جه منين؟ ما هو احنا قلنا انه الاي لسه قايلين حالا الاي بتتناسب مع الفلكس، الاي ايكوال كونستانت في الان في الفاي، يبقى الاي اكسس دي كانها الفاي اكسس ماشي. الفاي اي كيرف لو انت عندك حته حديد علاقه الفاي مع الاي بتاعته بتطلع حاجه بالمنظر ده، وده احنا قلناه بقى في الجزء اللي ايه اللي هو قبل الميد تيرم اللي هو علاقه الفاي مع الاي اللي هو في الاخر علاقه البي اتش كيرف. على فكره علاقه البي اتش كيرف بتاعه الحديد بتبقى بالمنظر ده ماشي. يبقى الانديوس دي ام اف اي اجينست الاي اف ده بيكون علاقته زيه زي البي اتش كيرف بالظبط. طيب ولقينا كمان انه الاي اجينست الاي ده الرسمه دي مرسومه اندر كونستانت ايه؟ اندر كونستانت سبيد. طب لو انا زودت السبيد شويه، لو انا زودت السبيد شويه يعني لو انا شغال عند اي اف معينه هيطلع لي اي معينه صح كده؟ طب لو زودت السبيد شويه تتوقع ايه اللي يحصل؟ يعني كل ما زود السبيد ايه اللي يحصل للانديوس دي ام اف؟ هتزيد اكتر صح كده؟ فهتلاقي الكيرف ده بيعلى لفوق اكتر مع ايه ده؟ مع زياده الان، يعني دي ان 1 ان 2 ان 3. يعني الماجنتايزيشن كيرف ده بيطلع لفوق كل ما تزود سرعه الدوران اللي هي بتاعه الروتر، كل ما تزود سرعه الدوران اكتر يطلع الايه الماجنتايزيشن كيرف ده لفوق اكتر. طيب هل الكيرف ده لينير ولا نون لينير؟ عشان ممكن تسال على السؤال ده، هل الماجنتايزيشن كيرف ده لينير ولا نون لينير؟ نون لينير خلاص كده. طيب نون لينير نون لينير بالظبط. طيب خلاص ده يعني شويه ايه حاجات نظري كده ممكن تبقى تبص عليها. تعال بقى نتكلم على التوصيلات. التوصيلات دي مهمه جدا، هكتبها بقى معاكم. تعال نشوف توصيلات الموتور وتوصيلات الجنريتور. توصيلات الموتور والجنريتور، بصوا او الانواع يعني الانواع بتاعه الموتور والجنريتور. هو ده احنا عايزينه يلف بقى، فاحنا نعمل ايه؟ طب بتاع ده بيلف ازاي؟ جرب كده اقلب الصفحه يا باشمهندس. انا بقلبها ما بتلفش مش عارف ليه. لا قصدي صفحه الاختيارات اللي كانت نازله من فوق دي اصلا. ماشي ايه فين بقى ال برضو؟ طيب مش مشكله خلينا نعملها كده، مش مشكله خلينا نعملها الوضع ده. بس انا كانت بتلف معايا قبل كده مش عارف ما بقتش تلف ليه، في حاجة يظهر لها قفلتها. طيب المهم خلينا نشوف بقى دلوقتي أنواع الجنريتورز. عندنا أول حاجة الجنريتورز، أول حاجة separately excited. separately excited ده معناه إن دائرة الأرمتشر ودائرة الفيلد منفصلين. يعني إيه دائرة الفيلد والأرمتشر منفصلين؟ آدي دائرة اللي هي الفيلد R فيلد ودي الV فيلد ودي الI فيلد، ودائرة الأرمتشر
دائره الارمتشر بيكون فيها ار. طبعا ال ال انا كده كده بفكس له لان الاندكتنس في الدي سي هتهملها يعني الاندكتنس بتاعت الكويل. وبيكون فيه الانديوسد ام اف, يبقى دي الار ارمتشر ودي الاي اي. طب تعالى كده نعيد تاني اللي انا بقوله ده. هو ايه دايره الفيلد؟ دايره الفيلد ما هي الا بطاريه وكويل. الكويل ده ليه مقاومه سلك, ليه ريزيستنس. طيب فبحط ار اف, ماشي, يبقى الفي اف بتحط لها ار اف. طيب السيبريتلي اكسايتد, دايره الارمتشر برضو دايره الارمتشر ليها ار اي وليها انديوس دي ام اف. اثبتنا ان دايره الارمتشر بتتحرك فبيتولد على اطراف الارمتشر فولت. حلو, لو انت شغال جنريتور فانت الاطراف اللي هنا دي هتحط عليها ايه؟ اي حد يقول لنا بقى. لود. الاطراف دي هتحط عليها, هتحط عليها لود, هتحط عليها لود اهو, ده الار لود وده كده اسمه الفي تيرمينال. تمام, الكارنت يتحرك من الاي للفي ولا من الفي للاي؟ الكارنت هنا يتحرك من الاي للفي. اه يبقى ده كده الكارنت اهو, ده جنريتور, يبقى ده الاي اي. يبقى المعادله بتاعه دي الارمتشر, طبعا معادله الاي ايكوال الفي تيرمينال بس زائد الاي اي في الار اي, او بمعنى تاني الفي تيرمينال ايكوال اي ناقص الاي اي في الار اي. مين الكبير؟ الاي كبير, صح كده, يبقى ده الفي تيرمينال. ماشي, طيب ده لو سيبريتلي اكسايتد. طيب في نوع تاني اسمه السيلف اكسايتد. ايه السيلف اكسايتد ده؟ يعني هيجيب الفيلد بتاعه من نفسه, من الفولت اللي بيخرجه. هتقول لي ازاي يعني يا باشمهندس؟ يعني انت دلوقتي مش انت عايز تعمل اكسايتيشن او عايز فولتج تولد منه الفيلد كارنت؟ اه احنا عايزين فولت يولد الفيلد كارنت. خلاص الفولت اللي هيولد الفيلد كارنت ده هناخده من الماشين. يعني ايه؟ يعني هاخده من الارمتشر بتاع الماشين. يبقى الجزء الثاني اللي هو السيلف اكسايتد ده ليه نوعين رئيسيين, السيريس والشنط. وخلينا نبدا بالشنط الاول, الشنط والسيريس. اه هو يعني ايه برضو الكلام ده؟ تعال نشوف الشنط. الشنط من اسمه هيجي يجيب الدايره بتاعه الارمتشر, ادي دايره الارمتشر اهي, والدايره بتاعه الفيلد, ادي دايره الفيلد اهي. خلاص حلو, وبعدين ادي الار اف وادي الار اي وادي الاي اي. هنيجي نوصل دول شنط ونوصلهم باللود. اه دي كده احط اللود هنا, اللود اهو, ده كده اللود. كده انت وصلت دايره الفيلد ودايره الارمتشر ايه ان بارلل, عشان كده بيسموه الشنط. تمام, طبعا انت هنا هتيجي تقول لي طب هو ازاي يا باشمهندس هيطلع فولت من غير فيلد الاول؟ لا, في هنا عمليه اسمها عمليه البيلد اب, دي قصه بقى تانية. البيلد اب دي قايمه انه اصلا الماشين ما ينفعش تشغلها شنط غير لو كان في ريزيديوال فلكس جوه الماشين. ده شرط اصلا ان انت تشغل الماشين سيلف اكسايت. يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش اجيب ماشين اول مره اشغلها واروح مشغلها شنط, مش هتشتغل. ليه؟ لان ما فيهاش ريزيديوال, ما فيهاش حاجه فلوكس سابق, يعني فلوكس موجود جوه الحديد. لو انت عايزها شنط, الشرط بتاعك من ضمن الشروط يعني ان لازم تكون فيها ريزيديوال فلوكس عشان تعرف تقوم نفسها تعمل بيلد اب. تمام, فبالتالي الشنط او عموما سيلف اكسايتد بصفه عامه ده ليه شروط, اهمها ان يكون في ريزيديوال فلوكس جوه المكنه. تمام, لو مفيش الريزيديوال فلكس ده يبقى المكنه دي عمرها ما هتعرف تقوم نفسها او عمرها ما هتبقى تعرف تعمل البيلد اب ده. تمام, يعني ما علينا من القصه دي, انا مش هخش في تفاصيلها. انا اللي اقدر اقوله لك انه الماشين السيلف اكسايتد دي ما بتحتاجش فيلد خارجي, بتبقى الفيلد بتاعها منه فيه. يعني ايه منه فيه؟ يعني من نفس الفولتج اللي بتخرجه المكنه. تمام, فهنا هيبقى هو ده الفي تيرمينال, والكارنتس هيبقى مين اكبر كارنت؟ الارمتشر كارنت ده الكبير, هيتوزع جزء منه يروح للفيلد وتوزع جزء الناحيه الثانيه يروح للايه؟ لللود. خلاص, يبقى ده كده الشنط. تمام, واخر واحده السيريس. تعال بقى نشوف الحاجات دي, انا كاتبهم هنا. ادي السيبريتلي اكسايتد اللي هي اللي على الشمال خالص قلناها,
هنا العلاقة ان الـ VF equal IF في RF وعلاقة الـ KVL الشنط زي ما احنا رسمين انه دائرة الفيلد ودائرة الارمتشر شنط مع بعض، وبعد كده بروح موصل باللود. العلاقات ايه؟ ان الـ I field equal ايه الـ I field equal الـ V كله، ما هو الفولتج ده كله اللي هو الـ V terminal على الـ RF ده الـ current بتاع الفيلد. طيب وعلاقة الـ KVL ان الـ E equal V terminal زائد IA في الـ RA، دي برضو ما فيهاش مشكلة. طيب السيريس السيريس بقى هنجيب الارمتشر سيريس مع الـ A مع الفيلد، ادي الارمتشر سيريس مع الفيلد، اهي الارمتشر اهي دي سيريس مع الفيلد اهو تمام، وبعد كده سيريس مع اللود. جميل، يبقى ده كده الارمتشر سيريس مع الفيلد وبعد كده سيريس مع اللود. ماشي، هو انتوا شايفينها كده ولا معوجه؟ شايفينها معوجه بس شغال يعني معوجه. ما هو احنا مش عارف، انا عايز اظبطها. استنى بقى ايه، لازم نلف البتاع دي. طب ده كده مثلا اهو، هي دي هتلف بقى كده. طيب هو نعملها بقى اصلا. تمام اهي. طيب انتوا كده اتعدلت عندكم طيب ولا لا؟ ولا معوجه برضو؟ لسه معوجه برضو. هنفضل نلف كده. طيب ما علينا ما علينا خلاص، يعني هي ايه ما علينا من القصه دي. احنا رحنا فين بقى؟ مش مهندس، هو الريزيدوال اللي هو بيجي دوت بيبقى جاي من الكوين نفسه ولا من ال الريزيدوال؟ لا الريزيدوال ده بيبقى جاي من تشغيل سابق، يعني انت شغلت المكنه دي قبل كده فلسه جواها ريزيدوال فلكس، يعني لسه محتفظه بجزء من الفلكس من التشغيل السابق. بيتخزن في الكور يعني؟ اه بالظبط، ستورد جوه الكور، يعني لازم يكون اوريدي انت شغلتها قبل كده عشان يفضل جواها ماجنتيك فلكس. ولازم في السيلف وفي الشنط في الاثنين. لازم سيلف اكسايتد عموما، السيلف اكسايتد عموما لازم يكون في ريزيديوال فلكس موجود عشان المكنه دي تقدر تعمل بيلد اب. ماشي. طيب ثالث واحد انا ما رسمتوش. تعالى بس نكتب قوانين الشنط عشان نبقى احنا كتبنا قوانين الشنط دي. قلنا الاي اف الاي اف equal الـ V terminal على الـ RF، وقانون الـ KVL الـ EA equal V terminal plus IA for RA، ده قوانين الشنط. طيب لو انت بقى عايز الـ series، تعالى نرسم الـ series، نشوف الـ series كده، ادي الـ series اهو نرسمه. الـ series بقى جنريتور طبعا هيبقى ادي الـ RF والـ RA كلهم سيريس مع بعض، وسيريس كمان مع اللود، سيريس مع اللود كده، فبحيث ان يبقى الـ IA هو هو الـ IF هنا وده الـ E اهي، يبقى الـ EA equal الـ IA في الـ RA plus الـ RF plus الـ VT، ده كده الـ KVL بتاعتنا، يبقى ده السيريز جنريتور. طيب انا عايز اسال الناس بقى دلوقتي، ايه الفرق اللي هيكون ما بين الجنريتورز عموما والموتورز؟ يعني ادي الرسومات اهي بتاعه الجنريتورز وادي الرسومات بتاعه الجنريتور، ايه الفرق ما بين رسومات الجنريتور دي والموتور؟ حد عارف؟ مكان اللود احط باور سبلاي. مكان ايوه بالظبط، مكان اللود. بص بقى هتلاقي ان الرسومات الجنريتورز والموتور هي هي بالظبط، بس هتيجي تعمل ايه؟ هتيجي تشطب على اللود ريزيستنس، يعني مش هيبقى فيه هنا لود ريزيستنس، امال هتحط مكانها ايه؟ هتحط مكانها بطاريات. ما هو موتور بقى، موتور يبقى انت هتدخل كهرباء على الارمتشر زي ما اتفقنا. طب لو احط بطاريه الكرنت هل اتجاهه هيفضل هو هو ولا اتجاهه هيتعكس؟ هيتعكس، هيخرج من البطاريه، هيخرج من السورس، هيخرج من البطاريه بالظبط كده. يبقى الاختلافين
ان انا هشيل الريزيستنس احط مكانها بطاريه والكرنت اتجاهها يتعكس. ده فين؟ ده في الموتور. يبقى انا الرسم قدامك ده الجنريتور، الموتور هنعكس القصه دي. هنعكس القصه دي، تعال نشوف بقى على طول هتبقى عامله ازاي. ادي الموتور اهي اللي هو حطينا الفي اهي ابلايد بدل الار لود، والكرنت بقى خارج من الايه، من ال من البطاريه مش العكس. ماشي. طيب ونفس الكلام ادي الشنط، الشنط برضو نفس الكلام، حطينا الاي اي والار اي بارلل مع الار اف، وحطينا هنا في. طيب بص بقى، احنا هنا الاول بس قبل ما نخش بقى في القوانين والباور فلو والحاجات دي، احنا بس عايزين نلخص بقى اللي انا قلته من التوصيلات. احنا عندنا ثلاث توصيلات للجنريتورز وثلاث توصيلات للموتور. ايه هما الثلاث توصيلات الجنريتور؟ السيبريتلي اكسايتد والشنط والسيريز. ونفس الكلام الموتور، سيبريتلي اكسايتد والشنط والسيريز. خلاص جميل. طيب بصوا، عشان بس هتلاقي فيه هنا حبه حاجات نظري كده، سؤال دلوقتي انا عايز اساله. لو عندي جنريتور، لو انا عندي جنريتور، فاللود بتاعي لود كهربي ولا لود ميكانيكال؟ كهربي. لود كهربي صح كده. طيب لو عندي موتور اللود بتاعه يبقى لود ايه؟ لود ميكانيكال. فقال لك بص بقى، الجزء بتاع الجنريتورز بيهتموا فيه في حاجه اسمها الفي تيرمينال اجينست اللود كارنت، اللي هو الفولتج اللي خارج اجينست اللود كارنت. ده طبيعي لان اللود كارنت كهربي، الجنريتور بياخد لود كهربي، فبنهتم بكيرف اسمه الفي تي اجينست الاي ال. اما الموتور بنهتم بكيرف اسمه ايه، التورك سبيد كاركترستكس. ماشي. يبقى الفي تي اجينست الاي ال ده اللود اللي هو كهربي، اما الموتور بيهتموا بالتورك اجينست الايه، الاوميجا، لان ده حاجه ميكانيكال. فدايما هتلاقينا بنتكلم في الجنريتور على الاكسترنال كاركترستكس في تيرمينال اجينست الاي لود، والموتور بنتكلم على التورك اجينست الايه، الاوميجا. خلاص كده. طيب ده بس عشان تبقى عارف ايه الكلام على الكاركترستكس والحاجات دي، ليه بيهتموا هنا بالكرنت وليه بيهتموا في الموتور بالسرعه. تمام. طيب خلاص انا هسيب لك بقى النظري ده انت تبقى تبص عليه. ماشي. خلينا نخش بقى في المسائل عشان بقى ما اقعدش اضيع وقت كتير. تعال نشوف القوانين. انا كاتب لك هنا القوانين الاساسيه. احنا عندنا هنا طبعا الاي equal BZ على 60A N في الفاي، البي زد على 60A ده كونستانت. ماشي. تاني قانون عندنا اللي هو التورك بتاع الماشين، وده طبعا بيبقى في الموتور، يعني التورك بتاع الموتور هو كونستانت في الفاي في الاي اي، يبقى كونستانت في الفاي في الاي. طيب ده التورك. الفاي طبعا اللي هو بيتناسب مع مين يا جماعه، عشان بس نبقى واضحين كده في الموضوع، الفاي بيتناسب مع الاي اف كده كده، فيلد كارنت. فلو قال لك constant field أو constant excitation معناها إن الflux سيب. طيب البي developed، البي developed هو إيه؟ هي الإي في الإي إيه، اللي هو الباور developed من الماشين بتبقى قانونها إي في الإي إيه، وأقدر أثبت إن الإي في الإي إيه هي التورك في الأوميجا. طيب يبقى ده كده البي developed. إيه الأوميجا؟ الأوميجا هي سرعة دوران الروتور، قانونها 2 باي ان على 60. ال ان هي سرعه دوران الروتور برضو بس بالار بي ام. الاوميجا هي سرعه دوران الروتور بس بالراديان بير سكند. ماشي. طيب دي قوانين الاساسيه اللي تقدر من خلالها تتعامل مع الايه، المسائل زي ما هنشوف. بس الاول في حاجه بس الاول عايز اتكلم فيها، اللي هي الباور فلو. دي الباور فلو، الباور فلو في الجنريتور والباور فلو في الموتور. ايه الفرق؟ الباور فلو في الجنريتور ايه اللي بيبقى انبوت وايه اللي بيبقى اوتبوت؟ يعني حد يقول معايا كده، الجنريتور ايه الانبوت باور وايه الاوتبوت باور؟ الانبوت ميكانيكال والاوتبوت باور ميكانيكال. بالظبط كده. فقال لك يبقى الانبوت باور هي الميكانيكال انبوت، والاوتبوت باور هو اللود اللي ناحيه اللود.
فكرني كده رسمة الجنريتور عاملة ازاي لو قلنا separately excited. ادي رسمة الجنريتور اهو separately excited. دي كانت الفي تيرمينال ودي كانت الار لود ودي كانت الاي لود. فاقدر اقول ان الاب باور ببساطة هي الفي تيرمينال في الاي لود. ده الباور الكهربية النهائية. صح كده؟ حلو. في مجموعة losses بقى. تعال نشوف مجموعة losses دي. اول حاجة الانبوت باور الميكانيكيه اللي انت مدخلها دي هيقع منها جزء نتيجه الفريكشن. حلو. وهيقع منها جزء كمان نتيجه الكور لوسز اللي هي في الحديد. مش احنا قلنا في ايه دي لوسز في الحديد؟ بتسخن الحديد وبنعالجها باللامينيشنز، ففي جزء اسمه الكور لوسز هيقع منك. طيب لحد كده انت وصلت لحاجه اسمها ديفلوبد باور. ايه ديفلوبد باور؟ اللي هي الاي في الاي اي. هل دي هي الباور اللي هتستفيد بيها اللود؟ لسه في الباور لوس، لسه في شويه لوسز هتحصل. في لوسز هتحصل في الارمتشر اللي هو اي اي سكوير في الار اي، ولوسز هتحصل في لو انت سيريس، يعني دي فاكس. لو انت سيريس هيحصل برضو اي اي سكوير في الار اف. صح كده؟ يبقى هيوقع منك شويه لوسز في الارمتشر اللي هي IA square في الRA، دي بيسموها الكابر لوسز. بعد الكابر لوسز هيحصل برضو منك لوسز في البراشز، لان انت بتاخد الكهرباء في الدي سي ماشين من خلال البراشز، فالبراشز دي بيحصل فيها شوية لوسز. ففي النهاية تحصل على الاوتبوت باور النهائي اللي هو الايه، اللي هو اللي هو الباور الكهربية. يبقى تاني انت بتدخل input power، يقع منك شوية friction وشوية iron losses، يبقى لك الديفلوب. هل الديفلوب دي هي اللي بتحصل عليها؟ لا، لسه هيقع منك شوية copper losses وشوية brushes losses لحد ما في الاخر تاخد الايه output power النهائي. وطبعا مش محتاج اقولك ان output power اكيد اقل من input power، والنسبة لما بينهم هي efficiency او الكفاءة بتاعة الجنريتور. تمام؟ يبقى ده اسمه power flow بتاع الجنريتور. هقول البراشز عبارة عن ايه؟ ريزيستنس. ما في الاخر البراشز موصلة، يعني في الاخر هتبقى يعني ريزيستنس. حتى لو يعني الجزء اللي هو اللي هيحصل فيه لوسز للبراشز، ما هي في الاخر هي كونتاكت موصل، يعني كونتاكت بيكون لوس. يعني نحسبها اي سكور في الار بتاعتها؟ لا 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 لا، البي براشز عموما مش من ضمن الحاجات اللي بتتحسب، هي دايما بتبقى given كباور. ولو ادالك الار براشز، لو ادالك الريزيستنس بتاعت البراشز، هتبقى اي سكوير في الار براشز، مفيش مشكله يعني. هي اي سكوير في الار عادي. داني الار هبقى اضربها في اتنين عشان هما قطعتين ولا؟ لا لا، هو بيقصد الار براشز الكليه، المقاومه الكليه للبراشز الاثنين مع بعض، البراش الواحده يعني. بالظبط، الايكويفالنت ريزيستنس بتاعت البراشز كله، ان هو اصلا مش شرط يبقوا اتنين يعني. يعني ممكن في كذا عدد من البراشز، انا مش هخش في تفاصيل العدد دلوقتي، بس هي عموما الار براشز لو جيفن ما بتضربهاش في اتنين ولا حاجه، بتبقى هي دي الريزيستنس الكليه للبراشز. تمام تمام. مش مهندس، هو الوايندج، الباور وايندج ده اللي هو ايه اللي هو مع الفريكشن؟ الوايندج باور ده حاجه يعني، بص، هو الوايندج باور ده المفروض ان هو بيبقى زي الليكج، يعني حاجه شبه الليكج كده في اللوسز، بس احنا بنضمه مع الفريكشن. هو ده ابروكسيميشن، هو المفروض ان الباور دي بتكون باور كهربية، بس احنا بنضمها مع الفريكشن. تمام ماشي. لكن هي المفروض ان هي يعني لو اكزاكت هي المفروض ما تتحطش هنا مع الفريكشن يعني، بس احنا ده بنعمله للتسهيل بس، ان احنا بنعتبر الويندج لوسز دي اللي هي يعني الويندج لوسز دي ببساطة ممكن تبسطها لنفسك كده، اللي هي زي الليكج لوسز، يعني ان في ليكج، فالليكج لوسز دي بنعتبرها اسمها الوايندج لوس، بس ده ابروكسيميشن. يعني الوايندج نفسها دي نوع من انواع الباور، ليه حسابات مختلفه شويه، بس احنا هنا للتسهيل بنحطها مع الفريكشن. ماشي. طيب هي المفروض ما تبقاش هنا مع الفريكشن يعني عامه، بس احنا للتسهيل بنحطها مع الفريكشن. طيب لو احنا عايزين نتكلم على الباور فلو بتاع الموتور، فالموتور بدخله بقى كهربا وبخرج منه ايه
ميكانيكال، فهنا هتمشي بالعكس، يعني الانبوت باور هتفقد منه جزء في البراشز، هتفقد منه جزء تاني في الكوبر لوس، يتبقى لك الديفلوبد باور. الديفلوبد باور دي هتفقد بقى منها جزء، مش كلها هتطلع على الشافت، هتفقد منها جزء اللي هو الكور لوسز، وهتفقد منها جزء الفريكشن لوسز. هتلاقي الدياجرام ده هو زي اللي فوق بالظبط بس اتعكس، يعني ايه عكس الترتيب، لان هو كانه بدل الانبوت مكان الاوتبوت، يعني ان هو فعلا الانبوت بقى حاليا كهربي والاوتبوت بقى ميكانيكال، فهتلاقي ان اللود فلو اتعكس. ماشي. طيب يهمني هنا ايه؟ يهمني اكتر اعرف وحده الهورس باور، عشان دايما في المسائل بيديلك الموتور مثلا 5 هورس باور، ده الاوتبوت باور بتاعته. خلي بالك لما اقول لك الموتور 5 هورس باور يقصد الاوتبوت باور بتاعته 5. ماشي. طيب الهورس باور ده اللي هو ايه؟ 746 واط. ماشي. يبقى اذا لما اقول لك 5 هورس باور يبقى الاوتبوت باور بتاع الموتور 5 في 7 4 6 واط. تمام. طيب تعالى نشوف الشيت بقى، نبدا نحل مع بعض الشيت كده، نشوف بس الاول الشيت نفسه. طيب متظاهر قدامكم الشيت يا جماعة صح؟ اه طيب تعالى نقرأ بقى كده مع بعض الأسئلة ونبدأ نحلها واحدة واحدة كده. طيب هنا قال لك in a DC machine the armature windings are placed on the rotor for the necessity of. حد يقدر يقول لنا B اللي هو generation of voltage؟ لا هو necessity، يعني ما هو لازم تتحط بالوضع ده عشان الكوميتيشن، اقدر اعمل كوميتيشن. تمام. لان هو احنا قلنا انه الكوميتيتور اصلا فكرته قايمة ان انا بحط الكوميتيتور على جسم متحرك. ماشي. فهو عشان كده لازم يحط الارمتشر ويندينجز على الروتر عشان موضوع الكوميتيشن ده يبقى سليم، لان انت لو الارمتشر حطه على الجسم الثابت يبقى موضوع الكوميتيشن ده مش هتعرف تعمله. هتعمله ازاي اذا كان الكوميتيتور ده اصلا قايم على فكره ان في حركه وانا بحط الكوميتيتور والبروشز، صح كده؟ فيبقى الحل هنا اللي هو الكوميتيشن. ماشي. يبقى لما يقولك ليه الارمتشر في الدي سي ماشين محطوطه على الروتر هتقول له عشان الكوميتيشن. بالمناسبه الماشين لو هتشغلها اي سي فممكن تبدل عادي، يعني ممكن ابدل الستيتور احط عليه الارمتشر والروتر احط عليه الفيلد. ده امتى؟ لو انا مش هعمل كوميتيشن. يعني مش هعمل كوميتيشن، يعني انا هاخد الكهرباء اي سي مش عايز الدي سي دي، صح كده؟ لكن طالما انت قلت ان انت هتشتغل دي سي ماشين يبقى لازم نحط الارمتشر على الجسم المتحرك عشان اقدر اعمل عملية الكوميتيشن اللي هي قلنا بنسميها الميكانيكال ريكتيفيكيشن. خلاص. يبقى ده اول مطلوب او اول سؤال هنختار الكوميتيشن. طيب تعالى مش معنى مش لازم تتحرك اصلا. ايه مش لازم تتحرك اصلا؟ ايه اللي مش لازم تتحرك؟ يعني في حالة الجنريتور لازم اللي هو الارمتشر ده يدور عشان يولد فولتج. ايوه. لا انا قلت ممكن ابدلهم في حالة ان انا هشتغل اي سي ماشين مش هنا. انا عايز لو انا عايز اشتغل اي سي ماشين اللي هي السينكرونس ماشين بقى بيسموها، هتدرسوها على فكرة، يعني مش عارف انتوا تدرسوها السنة دي ولا لا، انتوا بتدرسوا الاندكشن. يعني عموما السينكرونس ماشين هي تعتبر دي سي ماشين بس بنبدل اماكن الارمتشر والفيلد. انت سامعني ولا ايه؟ خلاص هتطلع فولت عادي. هتطلع يعني بص، يعني انت اقول لك حاجه، السينكرونس ماشين، بص السينكرونس ماشين اهو
هي طبعا بتبقى 3 فيز بس ما علينا. يعني سينكرونس ماشين بيجيبوا الفيلد هنا ادي الفلكس اهو ويلففوه. فلو انت واقف هنا عند الستيتور هتلاقي ان في فلكس متغير بيقطع صح كده. طالما في فلكس متغير بيقطع هيبقى في انديوس دي ام اف تبقى لقانون فارادي يعني، فيتولد فولتج على اطراف الستيتور عادي، فهو ينفع عادي ماشي، هو ينفع ان انت تبدلهم. بس ساعتها الماشين هتبقى اسمها سينكرونس ماشين، هتخرج اي سي بقى ما بقاش فيه كوميتيتور بقى خلاص صح كده. لكن انت طالما عايز كوميتيتور لازم تعمل زي ما احنا درسنا النهارده كده، ان انا احط الارمتشر على ايه. ها تمام اه على الروتر، الارمتشر على الروتر صح كده. اه فهمتني تمام. يبقى احنا الارمتشر على الروتر عشان اقدر اعمل عمليه الكوميتيشن. ده اجابه السؤال الاولاني. طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعده. هنا قال لك ايه؟ separately excited DC machine has armature resistance نص runs it runs off a 250 volt DC supply. يبقى ده ايه ده يا جماعه؟ هو ما قاليش ده ايه اصلا، موتور ولا جنريتور؟ ده موتور. ده موتور لان هو قال لك DC supply خلاص، يبقى هو في DC supply drawing an armature current. وكمان اللي اكد لي ان هو موتور ان هو بيقول لي drawing an armature current يعني بيسحب armature current. اه يبقى ده موتور، ده موتور حلو قوي. اوف 20 امبير تمام و1500 ار بي ام. ذا تورك ديفلوب فور ان ارمتشر كارنت اوف 10 امبير فور ذا سيم فيلد ويل بي ايه بقى بالظبط؟ اه واحده واحده تعال نشوف المساله دي الاول. كل الناس متفقه ان هي موتور ولا لا؟ موتور. ليه موتور؟ ان هو في دي سي سبلاي وبيسحب الارمتشر كارنت يبقى هو موتور. طب هل هو قال لي نوع الموتور ولا ما قالش؟ قال لي نوعه separately excited. جميل. وبعدين اداني حالة ان فيها 20 امبير ده الكرنت وسرعة 1500 rpm. بعد كده غير الارمتشر كرنت خلاه 10 امبير. اه دي كده بقت مسألة فيها 2 cases. فانا هنا المسائل اللي فيها 2 cases تعال نشوف بقى هنحلها ازاي. يبقى انا كده مبدئيا بس عرفنا ان المسألة دي موتور وفيها 2 كيس ماشي. الكيس الاولى، الكيس الاولى انه الكرنت الارمتشر ب 20 امبير وانه السبيد ب 1500 ار بي ام. بص بقى عشان بس ما نقعدش نرغي كتير في الجزئيات دي، المسائل اللي فيها 2 كيسز انت بيكون عندك علاقتين، علاقه الكي في ال، علاقه الكي في ال وعلاقه الاي ام اف او التورك. تاني انت بيكون عندك علاقة ال KVL وعلاقة ال EMF او التور. طيب يعني ايه الكلام ده؟ تعال نشوف يعني ايه الكلام ده. بص كيس 1 هو مدي لك ال IA ومدي لك ال speed. جميل. ابدأ بال KVL. فين ال KVL يا باشمهندس؟ هنعمل KVL هنا. فال E1 equal ال V بتاعت السبلاي ناقص ال IA في ال RA. ال E1 انا معرفهاش. ال V بتاعت السبلاي هو قال لي ال V سبلاي ب 250 وعلى فكره ده مش هيتغير، ده فولت السبلاي ماليش دعوه بيه. ال IA1 مديهولك ب 20 وال RA الارمتشر ريزيستنس بنص، يبقى تعرف تجيب ال E1 حد كده مفيش مشكله. طيب انا جبت ال E. احنا كنا بنقول انه المساله دي هو هنا بيقول لي فايند ال T developed فور IA ب 10. طالما دخلك في التورك يبقى انت لازم تحسب التورك الحالي بكام، التورك بتاع يعني ما تسيبش الحاله الاولى غير لما تبقى حاسب التورك بتاعه. طب اجيب التورك ازاي بتاع الموتور؟ احنا قلنا في قانون انه البي ديفلوبد ايكوال التورك في الاوميجا ايكوال الاي في الاي اي. ده قانون محفوظ ومن ضمن القوانين اللي انا كاتب لك عليها في الايه في اخر الملزم. يبقى ده كده البي ديفلوب. جميل. التورك هيساوي اي في اي ايه على اوميجا. طب الاي بكام؟ 240. الاي ايه ب 20. الاوميجا 2 باي ان 1 على 60. يبقى انا كده قدرت اجيب التورك في الحاله الاولى. جميل. اروح للحاله الثانيه بقى. عشان تنقل الحاله الثانيه اكتب قانون التورك الرئيسي اللي هو ايه قانون التورك؟ كي في الفاي في الاي. كيف الفاي في الاي اي
حلو قوي. لو انا قلت لك التورك في الحاله الثانيه، التورك في الحاله الاولى هيساوي كي في تورك في الفاي في الحاله الثانيه في الاي اي في الحاله الثانيه على كي تورك فاي 1 اي اي 1. حلو. طبعا الكونستنت بتاع التورك ده هيطير لان ده ثابت. طب الفلكس قال لك فور ذا سيم فيلد كارنت. كلمه سيم فيلد كارنت او سيم اكسايتيشن تعني ان الفلكس ثابت. يعني يا جماعه عشان ده مهم، سيم فيلد كارنت او سيم اكسايتيشن تعني انه الفيلد كونستنت وبالتالي الفلكس كونستنت. اه يبقى لما الفلكس كونستنت ده كمان هيطير. يبقى طلع ان نسبه التورك بتاع الحاله الثانيه الى الحاله الاولى هي نسبه الكارنتس. وانت عندك الكارنتس جيفن الحاله الاولى الاي اي ده ب 20، الاي اي 2 ب 10 والاي اي 1 ب 20 بتاع الحاله الاولى، والتورك 1 حاسبينه خلاص اللي هو 30.55. يبقى انا من هنا اقدر اجيب التورك في الحاله الجديده ولا لا؟ اقدر اجيب التورك في الحاله الجديده خلاص. يبقى تاني المساله اللي فيها كيسز بعمل ايه؟ بعمل كي في ال، وبعد كده بعمل الحركة بتاعت النسبة دي اللي هي التورك الجديد على التورك القديم. ده لو طالب التورك. طب لو طالب الاي ام اف يبقى بتعمل الاي الجديد على الاي القديم. ماشي. يبقى مسائل النسبة يا جماعة بتعملوا ايه؟ كي في ال وراها على طول، وراها على طول تعمل النسبة اللي هي الاي 2 على الاي 1 او التي 2 على التي 1 على حسب ايه المطلوب. هنا ايه المطلوب؟ التورك. عشان كده اشتغلت تي 2 على تي 1 خلاص. حد كان في مشكله؟ في مشكله في المساله دي؟ طيب تعال نشوف المساله اللي بعدها وانا كاتب هنا اهو. طيب هنا بيقول لك consider the following statements regarding the magnetization characteristic of DC generator. الماجنتايزيشن كاركترستيك اللي هو الماجنتايزيشن كيرف. تمام. طيب اول حاجه هو هنا طبعا الاسئله دي ممكن يكون فيها كذا اجابه صح، لكن في الامتحان الدكتور هيجيب ايه؟ اجابه واحده بس هي اللي تبقى صح. ماشي. فهنا بيقول لك اول حاجه it represents the variation of field flux اللي هو الفاي مع الاي اف. ايوه احنا قلنا الماجنتايزيشن كيرف كان بيمثل اي اجينست الاي اف اللي هي الفاي اجينست الاي اف اللي هي برده شبه البي اتش كيرف يا جماعه. يبقى ده صح. نون لينير فروم زيرو تو ريتد فيلد كارنت. ايوه نون لينير. ات اولويز ستارت فروم اوريجين. حد يعرف ليه دي غلط؟ ليه تالت واحده غلط؟ ات ستارت فروم اوريجين. ايوه بالظبط. احنا قلنا ان الفلكس بيبقى دايما في ريزيديوال فلكس، وهو ده اصلا اللي بيعمل البيلد اب. يعني براكتيكالي يا جماعه الماجنتايزيشن كيرف ده مستحيل يبدأ من الصفر، لازم يبدأ بحاجة اسمها الفاي ريزيديوال. تمام. وساعتها لو قال لك it always starts from origin هتقول له لأ غلط، الفاي اي كيرف بيبدأ من الريزيديوال ايه؟ من الريزيديوال فلوكس. طيب رابع واحدة قال لك it's independent on speed. لأ طبعا قلنا انه لما السرعة بتزيد الكيرف بتاعي بيطلع لفوق اكتر، صح كده؟ قلنا الكلام ده وهتلاقيه بقى في الجزء النظري اللي انا اتكلمت عنه. يعني يبقى it's independent on speed. طيب ده السؤال التالت. السؤال الرابع قال لك الarmature of DC machine is laminated to reduce. قلنا بقى laminated to reduce the AD current losses، لكن لو قال is made of silicon steel with laminations يبقى ده ايه؟ reduce the AD والhysteresis مع بعض. لكن لو قال لك لامينيتد بس يبقى ده ريديوس الايدي كارنتس. ماشي تمام. تعال نشوف السؤال اللي بعده. قال لك ايه؟ قال لك دي سي موتور كونكتد تو 100 فولتج سورس رانز ات 1200 ار بي ام وبيسحب 6 امبير ونص الار اي بنص. اف اتس فيد فروم 130 فولت سبلاي اند رانز ات 1500 ار بي ام with the same field current find the torque or current. طب واحده واحده بقى المساله دي. هل هو قال لي هي موتور ولا جنريتور؟ اه قال هي موتور. طب هل قال لك نوع الموتور؟ هل قال نوع الموتور هنا؟
ما قالش نوع الموتور يا جماعه، ما قالش. طالما ما قالش بتفترض سيبريت الاكسايد، طالما ما قالش ماشي، يبقى هنا ما قالش ان هو المفروض لما قال سيم فيلد كارنت معناه اللي هو كده سيبريتلي، لان انا مش عارف حافظ عليه اللي هو سيبريتلي في ايه. لا قول تاني معلش، هو هنا قال سيم فيلد كارنت صح؟ قال سيم فيلد كارنت، هو لو هو سيلف اكسايتد وانا غيرت اي حاجه مش هيفضل نفس الفيلد كارنت ان هو بيتغير معايا. ده مظبوط، ده مظبوط بالظبط. بس هي الفكره في حاجه، انه ال ال الديفولت بالنسبه لنا سيبريتلي اكسايت، بس انت اللي بتقوله ده صح، ان هو مش عارف احافظ على نفس الفيلد كارنت لو هو شنط، لان لو شنط يبقى اي تغير هيغير في الفيلد كارنت، فده مظبوط ماشي. بس انا بقول لك الحاله العامه ان انت ايه separately excited، ده الديفولت ماشي. طيب يبقى احنا هنا قال لك if it's fed from supply 130 فولت وruns at كذا with the same field current find the torque وfind the current والكلام ده. فطبعا الحاجات دي بنبدأ زي ما اتفقنا case 1 نعمل ال KVL بتاعت case 1، ادي ال KVL E1 equal V1 ناقص I1 for RA. ال V1 قلنا ليه حاططها ب 100؟ لا هي ثانيه كده، هو هنا بص، هو هنا قال لك كونكتد تو 100 فولت سورس صح كده تمام. بعد كده الجزء الثاني قال لك if it's fed from 130 فولت سبلاي، يبقى هو غير هنا السبلاي ماشي، انا يعني طبقا للمساله. فخلاص يبقى كيس 1 حطينا ال V1 ب 100، ال I1 given ب 6 امبير لان هو قال لي دروس 6 امبير، والار اي بنص ما بتتغيرش، من هنا تعرف تجيب الاي 1. تروح بقى للكيس الثانيه، الكيس الثانيه هتعمل ايه؟ الكيس الثانيه اللي هي النسبه ماشي. النسبه دي يعني ايه؟ يعني تيجي تقول بما ان انا جبت الاي 1 هروح اجيب ال اللي هي الاي 2 على الاي 1، الاي 2 على الاي 1 ايكوال K5 في ال N على K5 في ال N. ال K5 هتطير، هيبقى لك N2 على N1. طب ليه هنا يا باشمهندس استخدمت نسبة الإيهات مش نسبة التوركس؟ ليه؟ عشان السبيد اوف ريفوليوشن اتغيرت. ما هي السبيد اتغيرت، ما هو برضو السبيد اتغيرت في المسألة اللي فاتت. هل المسألة اللي فاتت تعالى نشوفها كده، السبيد اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ هنا ما كلمنيش اصلا عن السبيد ماشي. هو هنا قال لك ان الكرنت اتغير صح، فطالما الاي ال اتغيرت يبقى الاسهل اشتغل يعني النسبه، طالما انا هنقل النسبه، النسبه هنا هشتغل بنسبه التوركات ولا نسبه الفولتات؟ لا نسبه الايهات. بعد كده امتى نسبه الايهات؟ لو مدي لك السرعات، السرعه الاولى والثانيه. دي مساله تانية. اي ما انا رجع لك الكلام بس ثانيه واحده. ايوه دي مساله تانية. دي مساله تانية. المساله اللي قدامي دي اللي هي اللي انا حليتها من الاول خالص كان مدي لك نسبه الكرنتس، عشان كده استخدمت نسبه التوركس كانت اسهل تمام. لكن المساله رقم خمسة دي مش مديني الكرنتس، مديني السرعات، فطالما ادالك السرعات يبقى الاسهل تستخدم الايه نسبه الايهات الفولتج ماشي. فعشان كده هتلاقيني في المساله دي قلت لك هنقل الى كيس 2 عن طريق اي 2 على اي 1، اي 2 على اي 1 تمام. فاي 2 على اي 1 هتلاقي ان الكونستانتس طارت والفلكس طار لان قال لك سيم فيلد كارنت، والسبيدز اللي هي الان 2 على ان 1 دي عندنا، يبقى تي اقدر من هنا اجيب الاي 2. طيب اعمل ايه بالاي 2؟ كي في ال في الحاله الثانيه، ايه كي في ال في الحاله الثانيه؟ ادي الاي 2 وادي الفي 2 بقت ب 130 والار اي بنص ما اتغيرتش، واقدر احسب الاي 2 المجهول. يبقى انا هنا قدرت اجيب الاي 2. جميل، جبنا الاي 2 اللي هو طلع 17.5. طيب اجيب التورك ازاي؟ احنا عندنا قانون التورك ايكوال اي في الاي على الاوميجا، الاي 2 ب 121، الاي 2 ب 17.5، الاوميجا 2 ب 2 باي ان 2 على 60، يبقى تعرف برضو ايه تجيب التورك 2 صح كده. يبقى انا هنا خطوات المسائل دي عشان ما تلخبطش نفسك، اول حاجه بعمل كي في ال في كيس 1، بعد كده بروح ناقل على كيس 2 ازاي بالنسبه، انهي نسبه؟ T
تي 2 على تي 1 ولا اي 2 على اي 1 على حسب الجيفنز. لو مدي لك السرعات هي اللي اتغيرت يبقى تستخدم انهي نسبه؟ يا جماعه لو السرعات اتغيرت يبقى استخدم انهي نسبه؟ الاي. لو السرعات اتغيرت زي المساله اللي قدامنا دي استخدم الاي، الاي 2 على الاي 1 صح كده. لكن لو الكرنتس اتغيرت زي المساله رقم 2 اللي انا حليتها معاك، الكرنتس اتغيرت يبقى انقل من الكيس 1 الى كيس 2 عن طريق ايه؟ التي 2 على التي 1. خلاص فهمنا الفكره؟ تمام. يبقى دايما دايما اول كيس بتكتب الكي في ال، بعد كده بنقل الى تاني كيس ازاي؟ بقوانين النسبه اللي هي اي 2 على اي 1 او تي 2 على تي 1. امتى اي 2 على اي 1؟ لو مدي لك السبيدز، اللي مدي لك السرعه الاولى والسرعه الثانيه. طب امتى تي 2 على تي 1؟ لو مدي لك الكرنتس. ماشي خلاص. ده كده بالنسبه لي المساله 5. طيب تعال نشوف اللي بعدها. قال لك separately excited، مسألة رقم 6 separately excited DC machine، الانديوزد فولتج بكذا والترمينال فولتج بكذا. اه بص بقى، ايه هي الانديوزد فولتج؟ الانديوزد فولتج اللي هي الاي يسموها الانديوزد فولتج او الانترنال فولتج او الباك اي ام اف، كل دي اسماء للاي. الانديوزد فولتج او الانترنال فولتج او الباك اي ام اف. طيب الترمينال فولتج ده مين؟ ده الفي. الترمينال فولتج ده الفي، يبقى خلي بالك من الاسماء. الانديوزد فولتج او الانديوزد اي ام اف او الباك اي ام اف او الانترنال اي ام اف دي الاي. اما الترمينال فولتج ده مين؟ ده الفي. خلاص حلو. قال لك فايند الاي اي وفايند الباور. واحده واحده بس، هو ده اصلا موتور ولا جنريتور؟ ما قالش. طب هل قال لك ان الكرنت بيتسحب ولا برضو ما قالش؟ امال انا اعرفها منين؟ بص السؤال ده في ترمينال هو مديلك الاي والفي، مين اكبر؟ الفي ترمينال يبقى موتور. اه الفي يبقى هنا الكهرباء جايه من الكبير للصغير، يعني الكرنت هيمشي من الفي للاي. طالما يمشي من الفي للاي يبقى ده ايه؟ موتور. يبقى طول ما الفي اكبر من الاي يبقى ده موتور، لو العكس يبقى ده جنريتور. خلاص دي رول عامه، يعني طول ما الفي اكبر من الاي يبقى ده موتور، لو العكس يبقى ده ايه؟ جنريتور. خلاص يبقى ده موتور وهو اللي سيبريتلي اكسايتد. فهعمل الكي في ال بتاعه الموتور، ادي الاي عندنا وادي الفي عندنا والار اي عندنا. تقدر تحسب الاي اي المجهول الوحيد هيطلع ب 10 امبير. طيب الالكتروماجنتيك باور، ايه الالكتروماجنتيك باور؟ هي الديفلوبد باور. الديفلوبد باور او الالكتروماجنتيك باور بكام؟ قانونها اي اي اي، وليها قانون تاني حد فاكره؟ في ديفلوبد كانت اي 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 وكان ليه قانون تاني. التورك في الاوميجا بالظبط كده، التورك في الاوميجا. ماشي فهو هنا طبعا انت عندك الاي وعندك الاي اي، تعرف تجيب الايه؟ البي ديفلوبد. تمام يبقى انا من هنا اقدر اجيب البي ديفلوبد، هتطلع 1250. طيب حد عنده مشكله في المساله دي؟ طيب تعال نكمل نشوف ترو اور فولس. قال لك هنا الشنت جنريتور كاركترستكس از مور دروبينج. طب تعال نقرا السؤال بقى عشان ايه، نقرا السؤال نفسه معلش من البتاع ده. طيب بصوا السؤال 7 قال لك the external characteristics of DC shunt generator is more dropping than that of separately excited. وفي الحقيقة الإجابة دي صح، بس ليه؟ احنا عندنا ال external characteristics بتاع separately excited ده ال V terminal وده ال I E. فالمفروض انه كان عندي المعادلة هنا ان ال V terminal equal E minus ال I A في ال R A. ده من ال KVL بتاعت الدائرة بتاعت separately excited. فلقينا انه
لو هرسم المعادله دي كخط مستقيم الاقي انه هيبقى ستريت لاين بيبدا هنا بالاي. ليه؟ لانه بص واي ايكوال سي بلس ام اكس، فهتلاقي انه السي هي الاي والسلوب هو ايه يا جماعه؟ حد عارف السلوب هنا هيبقى ايه؟ نيجاتيف الار اي. نيجاتيف الار اي بالظبط كده. قال لك هو في الحقيقه الموضوع ما بيبقاش بس الاي اف الار اي، يعني الدروب ده انت متخيل ان هو اي اف ار اي بس، لا هو في الحقيقه في جزء تاني نتيجه حاجه اسمها الارمتشر رياكشن. ايه الارمتشر رياكشن ده؟ ببساطه يعني عشان انا مش هخش في تفاصيله بصراحه، الارمتشر رياكشن انه لما انا مثلا شغال جنريتور، خلينا نتكلم على الجنريتور. الجنريتور انت في الاخر في كارنت بيتولد جوه الارمتشر ولا لا؟ مش انت اصلا جايب الجنريتور ده عشان يطلع لك فولت، صح كده؟ تمام. وطالما مطلع لي فولت يبقى في كارنت ماشي جوه دايره الارمتشر. الكارنت ده بقى بيتولد بحيث ان هو يعمل فلكس يعاكس الفلكس الاصلي. ايه ده يعني ايه يا باشمهندس؟ معلش قول لنا الكلام ده تاني. بص انت عندك ادي الارمتشر اهو، الارمتشر طالع لك عليه فولت، انت بتاخد الفولت ده تحطه على ايه؟ على ريزيستنس. يعني ماشي تيار جوه الارمتشر ولا مش ماشي؟ ماشي تيار. طيب التيار اللي هيمشي ده هيعمل فلكس ولا مش هيعمل؟ هيعمل فلكس. الفلكس بقى اللي هيعمله ده هيحاول يقلل الفلكس اللي سببه اللي هو الفيلد اصلا، تمام؟ طب ما هو طالما هيقلل الفيلد اللي سببه يبقى الاي ام اف نفسها هتقل. ليه الاي ام اف هتقل؟ لان ما تنساش ان الاي ام اف هي كي في الفاي في الان. يبقى الفاي هتتغير، صح كده؟ هتقل، فهيحصل دروب اضافي اسمه الدروب نتيجه الارمتشر رياكشن. ارمتشر رياكشن دروب. طيب جميل. الكلام ده بيحصل فين؟ الكلام ده بيحصل في ال شانت في السيبريت اكسايتد، السيبريت اكسايتد ماشين. طيب المشكله بقى في السيبريت اكسايتد دايره الفيلد هل ليها علاقه باي حاجه انت بتعملها؟ السيبريت اكسايتد دايره الفيلد هل ليها علاقه بدايره الارمتشر ولا ملهاش؟ ملهاش اي علاقه، ملهاش كده، ملهاش. تمام. طب دايره الشنط، تعالى كده نبص دايره الشنط وانت تحكم بقى تقول لي ايه اللي ممكن يحصل في دايره الشنط. هي بتعمل بنفسها. تعالى بقى نشوف كده، نشوف الرسمه. بصوا يا جماعه دايره الشنط اهي دي الشنط ده. دلوقتي لو الفي تيرمينال قلت لاي سبب من الاسباب، ارمتشر رياكشن بقى مش عارف اي حاجه، دي قلت، يحصل ايه للاي اف اللي ماشي هنا؟ هيقل برضه، هيقل لان الاي اف هو الفي تيرمينال على الار اف، فالاي اف هو كمان هيقل. ايه ده؟ هو لو الاي اف قل يحصل ايه للفلكس؟ يقل تاني. يبقى في هنا فاكتور تالت بقى اضافي في الشنط غير الاي اف الار اي دروب وغير الارمتشر رياكشن دروب. ده في دروب تالت اسمه الدروب نتيجه ايه؟ نتيجه الريدكشن ان فيلد كارنت، صح كده؟ يبقى الفيلد كارنت هيقل هو كمان، فده هيقلل الفلكس وبالتالي هيقلل الفولت اكتر، صح كده؟ طب هل الايفكت ده بتاع الاي اف ده هل ده كان موجود في السيبريت اكسايتد؟ لا خالص. بص السيبريت اكسايتد والله لو الفي تيرمينال دي قعدت تقل تقل ما براحتها، هل الاي اف ده حاسس بحاجه؟ لا ملوش دعوه، الاي اف ده ملوش دعوه، مش حاسس. فعشان كده بيقول لك ايه من الاخر بقى، خلاصه الكلام انه ده كده الكاركترستكس بتاعه السي السيبريت اكسايتد. الكاركترستكس بقى بتاعه الشنط هتلاقي فيها فاكتور اضافي للريدكشن اهو ده اللي هو نتيجه الريدكشن في الاي اف، فبتبقى مور دروبنج، الكاركترستكس بتقل اكتر واكتر، صح كده؟ يعني هي لو انا سالتك الكاركترستكس بتاعه السيبريت اكسايتد بتقل نتيجه ايه؟ حد يقدر يقول لي؟
اللوسز والارميتشر رياكشن. الاي اف الار اي والارميتشر رياكشن. لكن في الشنت بتقل نتيجه ثلاث حاجات، الحاجتين الاولانيين اللي هو اي اف ار اي والارميتشر رياكشن، والحاجه الثالثه اللي هي الريدكشن ان اي اف. صح كده؟ اه. يبقى هنا المطلوب السؤال بقى، نجاوب على السؤال اللي في الشيت اللي هو قال لك ايه ده. فين السؤال؟ نقراه تاني اهو. اهي بيقول لك هنا الاكسترنال كاركترستكس of DC shunt generator. External characteristics اللي هي V terminal against the IE is more dropping than that of separately excited. أيوة more dropping نتيجة الإفكت بتاع ال reduction in field current. تمام؟ صح كده؟ هل ده في مشكلة يا جماعة؟ ها؟ طيب. طيب بصوا، المطلوب السؤال الثمانية قال لك الستارترز are not necessary for starting DC motors. لا هو ده false. ليه false؟ لأنه DC motor at starting الكرنت بتاعه بيكون عالي جدا. ليه يعني؟ انت عرفت منين ان DC motor at starting الكرنت بتاعه عالي جدا؟ هقول لك عرفت منين. بصوا طبعا الكلام ده نظري كده كده موجود في الملزمة، بس يعني ايه انا بشرحه لك برضو تبقى عارف. احنا عندنا الدي سي موتور، لو انت كتبت الكي في ال هتلاقي ان الاي اي في الدي سي موتور هي الفي ناقص الاي، الفي ناقص الاي على الار اي. طيب ده من الكي في ال بتاع الموتور عادي خالص. طيب حد يقدر يقول لي ات ستارتنج، بدايه دوران الموتور ات ستارتنج، هل في سرعه دوران؟ لا، والاي بزيرو. مفيش. طب والاي قانونها ايه؟ طب ما الاي قانونها كيف الفايف الان. طب ما لو الان بزيرو يبقى الاي بزيرو. اه طب ما لو الاي بزيرو يبقى الاي ايه؟ عالي جدا. صح كده؟ فدايما في البدايه بتاعه الستارتنج بتاع الدي سي موتور الكرنت عالي جدا، فبيعملوا ايه؟ بيحطوا في دايره الموتور ريزيستنس بيقعدوا يغيروها كل شويه. يعني كل ما الموتور يلف اسرع كل ما يتكون E كل ما الكرنت يهدى شوية فيشيل ريزيستنس. تمام؟ لحد ما في الآخر يستقر الدوران بتاعك عند سرعة ثابتة، خلاص ساعتها بيشيل كل الريزيستنس بتاعت الستارترز دي. تمام؟ يبقى الستارتنج ريزيستورز أو بيسموها الستارترز دي بتتحط في بداية دوران الموتور عشان تلمت الكرنت بتاعه شوية في البداية، وكل ما الموتور يبدأ يشتغل كل ما سرعته تزيد فالكرنت بتاعه يهدى شوية، وبالتالي يبدا يتخلص من الريزيستنس اللي هو كان بيحطها في الستارتنج. تمام؟ طبعا ده بيتم بعمليه كنترول، يعني كنترول للدي سي موتور. ماشي؟ بس حد يقدر يقول لي ايه مشكله الستارترز دي او الستارتنج ريزيستورز دي؟ ايه مشكلتها؟ هتقلل الكرنت. الايه؟ تقلل الكرنت. لا ما انا عايز اتقلل الكرنت في البدايه. ما انا بقول لك لما بوصل للستيدي ستيت يعني السرعه بتثبت بشيل كل الستارترز دي. بس ايه مشكلتها؟ حد عارف؟ بصوا يا جماعه مشكلتها الباور لوس اللي هو الاي سكوير في الار. اي ريزيستنس بيبقى فيها لوسز قيمتها اي سكوير في ار، فده بيعمل لي مشكله اللي هو بيقلل ايه الافشنسي بتاعه الموتور. تمام؟ المهم الستارترز ار نوت نيسيسري فور ستارتنج. لا غلط. بنحتاج ستارترز. ليه بنحتاج ستارترز؟ عشان الكرنت عالي جدا في الستارتنج. تمام؟ جميل. يبقى 8 فولز. طيب 9. هي الار هي الار دي بتبقى ار عاديه ولا ار بتتغير مع السرعه؟ لا لا ار بتتغير مع السرعه، يعني كل ما السرعه بتزيد شويه بتتغير ان ستيبس. يعني هو في الاول مثلا يكون حاطط معدن عادي. لا ازاي دي مش قصتنا. لا لا مش قصتنا، يعني هي ليها طبعا. يعني انت ممكن تكتب الستارتنج اوف دي سي موتور هتلاقي ان هو بيبقى في حاجه زي سلايدر كده، السلايدر ده بيتحرك مع تغير السرعه. يعني كل ما السرعه تتغير كل ما السلايدر ده يتغير مكانه فالريزيستنس تتغير. فاهم؟ زي البوتنشيومتر كده، حاجه زي البوتنشيومتر بس بتتحكم فيها اوتوماتيك. يعني بنتحكم فيها مش مانيوالي، يعني مش انا بفضل اغيرها مانيوالي. لا حاجه زي البوتنشومتر بس بتتغير اوتوماتيك مع تغير السرعه. ماشي؟ تمام فهمنا الفكره. طيب
طيب السؤال التاسع. تسعة بيقول لك الباك ام اف ان دي سي موتور ليميتس ذا ارميتشر كارنت، هل ده صح ولا غلط؟ ترو. ترو، لان الاي ام اف كل ما تزيد، بص كده انا كاتب المعادله قدامنا اهو، بص الاي ام اف كل لما هتزيد كل لما الاي ايه تقل، يبقى الاي ام اف او الباك ام اف دي حاجه مهمه ولا مش مهمه يا جماعه؟ مهمه، لان هي بتليمت الايه الكرنت، صح؟ بس ما بتبقاش موجوده معايا ات ستارتنج. ليه ما بتبقاش موجوده معايا ات ستارتنج؟ لان السرعه ات ستارتنج بزيرو، صح؟ طب ايه الحل لو هي مش موجوده؟ كان ايه الحل؟ الستارترز دي، الستارتر ريزيسترز دي اللي انا بجيبها عشان تليمت الكرنت بالعافيه بقى. خلاص ماشي. يبقى تسعة، سؤال تسعة، الباك ام اف ان دي سي موتور ليميتس الكرنت، ده ترو، يبقى ده تسعة. طيب السؤال عشر، the DC machine is considered as an AC machine plus mechanical rectifier system، هل الجملة دي صح ولا غلط؟ صح. صح، اه مظبوط. ان احنا قلنا انه الدي سي ماشين لو ما حطيناش الكوميتيتور والبراشز هعتبرها ان هي اي سي ماشين عادي خالص. يبقى هي الدي سي ماشين بتبقى عباره عن اي سي ماشين زائد ميكانيكال ريكتيفاير. خلاص. طيب طب بصوا احنا ممكن نكتفي لحد كده النهارده بس عشان ايه الناس تلحق تفطر. ماشي. هكمل انا معاكم الكام سؤال الفاضل ده المره الجايه ان شاء الله. ماشي ماشي يا جماعه. ماشي ماشي اتفضل. الاسبوع الجاي في عادي؟ اه شغالين عادي. هو في ايه الاسبوع الجاي؟ كنا بنبدل يعني. لا 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 شغالين كل اسبوع ان شاء الله. ماشي هبعت لكم الملزمه بتاعه النهارده دي وهكملها المره الجايه معاكم ان شاء الله. ماشي يا جماعه اتفضلوا.